يا صباح الخير والجمال والسعادة على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم، وأهلا بيكم في بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. كالعادة لن تخلو من آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالنادي الأهلي، وبرضه كالعادة لن تخلو من الكلام عن كرة القدم العالمية والدوريات الأوروبية والبطولات اللي احنا بصددها واحنا داخلين على موسم برضه من الصنف اللي ما يعلم بيه ده ربنا. على كل الأحوال برحب بكل حضراتكم في بداية حلقتنا النهاردة. عايز أقول لكم إن نهاوند الفترة دي هتكون أجازة، بتلحق بقى آخر أيام الصيفية، وارتقت يعني إدارة قناة النادي الاهلي ان احنا خلال هذه الفتره تنورنا وتشرفنا. زميله عزيزه شاطره جدا، مجتهده جدا، حابه الكوره جدا، بتشتغل بمنتهى الاخلاص اللي في الدنيا، مريم سميح اللي بقالنا كتير ما بنشوفهاش غير من خلال الشاشه الكبيره اللي جوه الاستوديو، طلعت لنا بقى اخيرا من ورا الشاشه ونورت الاستوديو. كريم بشكرك جدا طبعا، صباح الفل عليك، مبسوطه قوي ان انا معاك النهارده ومع كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان وتحديدا مشاهدين 10 الصبح في الاهلي. طبعا النهارده يعني حلقه الحقيقه زي ما كريم قال مليئه بالتفاصيل، سواء عن معسكر النادي الاهلي طبعا اللي هيكون في النمسا وهينطلق اليوم وهيستمر حتى يوم 6 من سبتمبر المقبل. كمان هيكون معانا فقرات كتير جدا واحداث كتير جدا هنتكلم فيها عن انشطه اللجان اللي بتحصل طبعا داخل النادي الاهلي، وهيكون معانا اخبار اكيد عن الدوري السعودي واخر بقى اخبار الصفقات زي ما احنا عارفين، يمكن دي اكتر حاجه مسيطره على المشهد الكروي مؤخرا. كمان هيكون معانا طبعا في الفقرة الأولى كابتن ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، والفقرة الثانية هيكون معنا فيها هالة الجوهري بطلة العالم في الرماية، وأخيرا بقى في الفقرة الثالثة الحوارية حديث مطول عن الدوريات الأوروبية مع الناقدة الرياضية منى عمر. الحقيقة هتكون حلقة دسمة جدا كريم. دسمة جدا، وبعدين أنت في وسط الكلام كده قلتي جملة من الصنف اللي يثلج الصدور، فكرة بطلة مصرية بطلة عالم أو بطل عالم من مصر، يعني بقى لنا فترة كده ودي حاجة تفرح جدا. كل شوية نتكلم عن خبر ما في تصدر لاسم مصري أو مصرية لبطولة عالم في رياضة ما، فأكيد أنت واخدة بالك من الحكاية دي، واخدة بالك إن في طفرة ملموسة في الإطار ده. دي حقيقة فعلا، اهتمام كبير جدا الحقيقة من الدولة المصرية طبعا البطلات والأبطال المصريين، وده فعلا زي ما انت قلت ابتدى يسيطر على المشهد خلال الفترة الأخيرة. أكيد هنتكلم معها كتير بقى، يعني يمكن كمان رياضة الرماية مش ناس كتير تعرف عنها، بس النهاردة أكيد هنعرف عنها كتير وكتير بقى وإزاي هي وصلت للمكان ده. ومش دارجة قوي على صعيد البنات، يعني مش بنات كتير بيمارسوا الرياضة دي. والغريب كمان بالمناسبة، وأنت طبعا أكيد أنت بتتابعينا كده كده، أنت جزء من البرنامج من زمان، كتير جدا بنستضيف في الفترة الأخيرة برضو أبطال وبطلات في رياضات، بس البطلات بالذات بقوا يعني دي حاجة لافتة للنظر، يعني بقى عندنا بطلات مصريات كتير في رياضات ما كانش حد يتخيل في يوم من الايام ان ممكن يبقى عندنا فيها مجرد بنات بتمارسها او بتلعبها، ناهيك يعني هم يبقوا ابطال عالم. ادونا فرصتنا بقى، شغل عالي، عاملين شغل عالي بسم الله ما شاء الله. طيب تعالي بقى نبتدي يعني موضوع حلقتنا النهارده او كلامنا في حلقتنا النهارده كالعاده عن النادي الاهلي، وخلاص احنا بنقرب كل يوم والتاني من انطلاق المنافسات اللي هتبتدي ان شاء الله قريبا جدا، واللي هنبدا بيها الموسم اللي بالمناسبه هتكون اجندته مكلبزه قد كده، هتكون مزدحمه جدا بالبطولات، وكانه قدر لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي عبر الازمنه كلها. ده دايما الضغط اللي لعيبه النادي الاهلي بيضطروا ان هم يخوضوا فيه، وفي نهايه المطاف عاده بيفرحونا وبيشرفونا. المهم يعني هيكون عندنا موسم قوي جدا ان شاء الله، وطبعا انتوا عارفين بقى كمان في كتير من لعيبتنا هيكون عندهم ارتباطات دوليه مع منتخب مصر، وطبعا مع معسكر بطوله كاس الامم الافريقيه المرتقبه مع بدايه العام المقبل ان شاء الله، وبالمناسبه هتتلعب في كوت ديفوار. يعني اللعيبه الدوليه بصفه خاصه يعني كان الله في عونهم، يعني محتاجين طبعا شوية تنظيم بقى، عشان بنرجع كل مرة نقول إن ضغط المباريات وعدم التنسيق بيخلي اللعيبة برضو بشكل مستمر عرضة للإصابة. فاكرة أنت قعدنا فترة طويلة تحسيها إيه عناية مركزة، دي حقيقة تحديدا النادي الأهلي الحقيقة فعلا ضغط المباريات الفترة الماضية، وكمان يمكن زي ما أنت قلت امبارح كريم واتكلمنا عن الخطاب اللي تم توجيهه طبعا لاتحاد الكرة بخصوص راحة اللاعبين الدوليين علشان ما يكونش فيه التحامات وما يكونش فيه إصابات خلال يعني معسكر المنتخب. خلينا بقى نتكلم دلوقتي عن النادي الأهلي وجمهوره وجهازه الفني، أكيد بيترقب قرعة دوري السوبر الإفريقي اللي غالبا هتكون في بداية الشهر القادم، يعني خلاص كمان أيام في بداية شهر سبتمبر المقبل، وعارفين البطولة دي هتبدأ في الفترة من 20 أكتوبر لحد 10 نوفمبر، يعني هتكون تحديدا بعد انطلاق بطولة الدوري بأسابيع قليلة جدا. يمكن بس خليني أفكر الجمهور ببطولة دوري السوبر الإفريقي اللي جوائزه تم إعلانها
منها، وواضح جدا البطولة طبعا من النسخة الأولى هتاخد اهتمام إعلامي وجماهيري كبير جدا، لأن كمان الأندية الثمانية اللي هيشاركوا فيها معظمهم حقق اللقب الإفريقي. طبعا عايزين نقول إن الأهلي جه في التصنيف الأول مع أندية الترجي التونسي وسان داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي، هيبقى عنده طبعا مواجهة محتملة مع أندية سيمبا التنزاني وأنيمبا النيجيري ومازيمبي كمان الكونغولي وباتريو أتلتيكو الأنجولي في الدور ربع النهائي اللي هيتلعب بنظام خروج المغلوب، بعده طبعا الدور نصف النهائي وبعد كده بقى النهائي، وإن شاء الله يكون لينا الحظ الأوفر في التتويج بأول لقب وأول نسخة لدوري السوبر الإفريقي. تبقى حلوة قوي، تبقى استهلالة، مفيش أحلى من كده الموسم الجديد إن شاء الله. طبعا حضراتكم عارفين كنا يعني حتى من امبارح بنتكلم معاكم في التفصيلة دي، إن ابتداء من النهاردة إن شاء الله هينطلق بقى معسكر الفريق النهاردة في النمسا، ومع هذه الانطلاقة احنا كده بنقرب أكتر وأكتر من موعد أول بطولة في الموسم، وهي بالمناسبة مباراة السوبر الإفريقي طبعا اللي هنلعبها إن شاء الله قدام اتحاد العاصمة الجزائري. يعني النادي الأهلي قبل الدخول في منافسات بطولة الدوري العام هيكون عنده تحدي واثنين تحديات إفريقية كبيرة جدا، وممكن جدا إن شاء الله لو ربنا أراد إن احنا نحقق لقبين مهمين جدا، كأس السوبر الإفريقي ودوري السوبر الإفريقي. بس طبعا لازم ناخد الموضوع بجد، وده بطبيعة الحال اللي عاملينه طبعا كل اللعيبة والجهاز الفني، وإن شاء الله الجهاز الفني بقيادة مستر كولر بإذن الرحمن ومع مجموعة اللاعبين أكيد كلهم عندهم الرغبة في استغلال الدفعة المعنوية الكبيرة اللي اتحققت في الموسم اللي فات بالفوز بكل البطولات المحلية والقارية اللي كانت متاحة يا مريم واللي شاركنا فيها الموسم. بصراحة يا كريم زي ما احنا شفنا وتابعنا يمكن اطلقنا عليه اهلي استثنائي خلال الفترة الماضية، وعايزة اقول لك ان احنا يعني ان شاء الله لو حققنا السوبر ده ان شاء الله باذن الله هيكون 3 سوبر في سنة واحدة، يعني 2 سوبر حققناهم في الموسم اللي فات او المنقضي، وهيكون في سوبر جديد، ف3 سوبر في سنة واحدة يعني مفيش كده، عظمة الحقيقة. من بقك لباب السماء. خلينا بقى نروح للجنة ذوي الهمم بالنادي الاهلي بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وتحت اشراف الادارة التنفيذية، أقامت معرض فني لإبراز المواهب الفنية واليدوية لأولادنا من ذوي الهمم وتشجيعهم في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. خليني أقول لك يا كريمة كنت موجودة اليوم ده الحقيقة، لجنة ذوي الهمم عاملة شغل الحقيقة يعني محترم جدا، وجايبين متخصصين عشان يساعدوا الولاد إن هم يقيموا المعرض ده والورش دي، وكمان جابوا لهم فرقة، أنا كنت موجودة في المقر يومها وكنا بنعمل تقرير، الحقيقة كانت حاجة محترمة قوي وجهد مبذول الحقيقة من اللجنة يعني علشان يساعدوا الاولاد دول، كان حاجه جميله جدا، اولاد كانوا فرحانين جدا. وتحديدا عايزين نقول ان يمكن اللجنه العليا اللي جان مؤخرا يعني مجهودها كبير جدا وملحوظ جدا طبعا. ما يعديش اسبوع غير لما نلاقي اكتر من ايفنت او حدث او حدثين في الاسبوع برئاسه طبعا المهندس وليد مبروك طبعا. عاملين شغل كبير قوي، ده احنا هنا في 10 الصبح في الاهلي نكاد نكون فرهدنا من نقلنا للاحداث والفعاليات اللي كل يوم والتاني، ما فيش اسبوع تقريبا يا مريم ما بيبقاش فيه على الاقل ايفنت واحد متعلق بلجنه ما من لجنه من تابعين اللجنه العليا، حوالي 7 لجان يعني بيقوموا بشغل الحقيقه وجهد كبير جدا. خلونا نتابع يعني التقرير ده وايه اللي حصل اليوم ده كمان في لجنه ذوي الهمم والحفله اللي اقاموها طبعا لاولادنا. هو طبعا احنا عملنا ورش للتأهيل المهني والعلاج بالفني للولاد، هو الهدف مش المخرج النهائي يقدم، الهدف ان احنا بنحقق اهداف فرعيه قبلها، يعني الاطفال مثلا عشان يعملوا ورشه لضم خرز المفروض ان هو بيتدرب على مهارات قبلها، مهارات حركيه صغرى، مهارات انتباه، مهارات تركيز، عشان يوصل ان هو يخرج منتج. يبقى احنا كده حققنا اهداف، هدف اهداف مهريه، اهداف اجتماعيه كمان، ان الطفل من خلال ان هو بيتعامل مع اشخاص ثانيين، اشخاص مختلفين عن البيئه المحيطه بتاعته. احنا من السنه اللي فاتت يعني من نهايه 2022 واحنا ابتدينا سلسله كده من الورش، الورش دي اتعملت على مستوى الثلاث فروع، الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد، وكان الهدف منها العلاج بالفن، مش انه علاج من حاجه محدده، لان احنا عندنا اعاقات مختلفه، بس كانت بتركز على يعني زي ما تقولي ايه، احنا بنطلع
النيجاتيف انرجي ونخلي في حاله كده من البوزيتيفيتي. بصي انا بدات مع لجنه ذوي الهمم وقلت باذن الله هطلع منهم يعني مواهب ومهارات كتير، فبدات بجلسات تخاطب وتنميه مهارات كتير قوي، ومنها بقى عملت ورش، زي عملت حوالي 4 ورش فيهم خرز ويعملوا خرز وبتاع ويعني مهارات حركيه كمان، وعارفه عملت كذا حاجه كده خلت عندهم ثقه بنفسهم جدا، وان هم ليهم دور فعال في المكان وان ليهم اهميه، يعني دي كانت اهم حاجه. النهارده المفروض ان احنا بنحتفل بالاعمال الفنيه اللي الاولاد عملوها في معرض فني لذوي الهمم. الولاد على مدار كذا شهر فاتوا بنشتغل معاهم كل اسبوع ورش علاج بالفن وورشه تنميه مهارات، بنحاول نشتغل على المهارات الحسيه والحركيه عندهم، ننمي قدرتهم الابداعيه، يعني بنسيبهم ينطلقوا في الورش دي، بنعلمهم بس حاجات وهم بينطلقوا. صراحه الولاد فاجئونا وانتجوا حاجات حلوه قوي، حبينا ان احنا لا نوري الناس انتاجهم ونوري ان هم يقدروا، لان احنا دايما بنركز على اولادنا من ذوي الهمم على اللي هم يقدروا يعملوه. بصوا انا جات لي دعوه كده من الاستاذ احمد ان انا اجي اشارك في الايفنت الجميل ده، وطبعا ما بتاخرش على اي حاجه في الاطفال عموما ذو الهمم، او انا مسميهم ذو القدرات الفائقه، تمام، ودول لهم معزه خاصه عندي. انا اسمي مصطفى ملك السعاده وشركه ملوك السعاده لحفلات الاطفال. اول ما قال لي يلا فقلت له يلا، انا كنت حتى بتحايل عليه قلت له اظبط ايفنت ان احنا نيجي فيه ان شاء الله باذن الله واقدر اساعده بالنهارده. طبعا بدانا فقرات ولسه هنكمل فقراتنا الجميله ان شاء الله. رسمت كده لوحات كده ايدين وحاجات كده يعني حلوه، يعني اللي ساعدني ربنا سبحانه وتعالى، حاجه والله تشرف وحاجه جميله بصراحه، هي حلوه قوي. انا رسمت الكف وانا مبسوطه بعملي ومبسوطه بالحفله دي، جميله جدا وحاجه تشرف. وكمان على ذكر اللجان المختلفة في النادي الأهلي، عايزين نعرف حضراتكم إن ده ما كانش الإيفنت الوحيد اللي حصل اليومين اللي فاتوا، كمان لجنة الطفل في النادي الأهلي بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وأكيد تحت إشراف الإدارة التنفيذية أقاموا مهرجان كبير جدا، مهرجان فني للطفل. واتعمل فين بقى حضرات؟ وده الجديد بقى، اتعمل في أهلي التجمع، ودي تعتبر أول احتفاليات اللجان في النادي الأهلي بفرعه الجديد بالقاهرة الجديدة. تابعوا معانا. النهارده الحقيقه اول مره نعمل ايفنت في الفرع الرابع للنادي، وده فخر لينا طبعا ان احنا نبقى موجودين النهارده في وسط الاعضاء. الحقيقه هي اللجنه العليا فكرت ان هي طبعا لازم نبدا بقى ان احنا نشوف الاعضاء اللي هيدخلوا معانا اللجنه في فرع الرابع، فقالت لنا نبقى في ايفنت تعريفي، فكان اول حاجه نعملها ان احنا نحاول ان احنا نسعد الاعضاء بحاجه فنيه، لان احنا لسه مش عارفين العدد والكثافه وكده، فنبدا نعمل حاجه فنيه، مهرجان فني نقدم فيه عروض فنيه للاطفال، علشان نقول للجنه اللي قلنا للاعضاء ان في حاجه اسمها لجنه الطفل. النهارده فكرنا بقى ان احنا نعمل ايه، فقلنا نرضي جميع الافراد بتاع الاسره، جبنا شوع رئيس واراجوز وساحر، دول الاطفال الصغيرين، وفي نفس الوقت بقيه الافراد الاسره جبنا لهم دكه لبناني وشوع رئيس وشو افريقي وشو نوبي وفقرات متنوعه، عروض فنيه حلوه ان شاء الله ينبسطوا بيها النهارده. والحمد لله احنا لسه ما بدأناش، بس الحمد لله في اقبال والناس كانت مبسوطه، حتى على الميديا لما نزلنا الاعلان وكده كان في ردود افعال كويسه، والحمد لله ظهر النهارده معانا في وسط وجود الناس. لجنة الطفل كنا اول ايفنت نعمله في الفرع من ساعه ما اتفتح. تجهيزاته بقى احنا جينا كلنا عملنا اجتماع مجمع لكل الفروع، 3 فروع للجنة الطفل، قعدنا هنا وقابلنا الاداره التنفيذيه وطلبنا منهم الطلبات اللي هتقدر تخلينا نقف على رجلينا النهارده ونقدم الحفله الجميله دي، واتفقنا كمان مع منظمه الحفله واخترنا بقى شويه فقرات للاطفال، وبما اننا اول ايفنت نعمله هنا فكان هدفنا الطفل والأهل كمان، يعني مش إن هما بس يبقوا مبسوطين، إن الناس كلها الأسرة كلها تبقى مبسوطة. الحمد لله إحنا موجودين هنا بقالنا على مدار كذا يوم بنحاول ننظم للإيفنت النهاردة عشان يطلع على أحلى مستوى إن شاء الله، يشرف أعضاء النادي ويشرفنا ويشرف اللجنة العليا، وبإذن الله كلنا نتبسط. فعلا ده أول إيفنت لينا في التجمع الخامس،
احنا دايما كنا بنعمل في باقي الفروع ان احنا بنفكر ازاي نسعد الطفل وفي نفس الوقت ننمي مهاراته. فكان عندنا الصيف ده اكتر من ايفنت، من ضمنهم اكوا على البسين، وفريق كشافه جه معانا واشتغل مع الاولاد وعرفهم ازاي ايه مبادئ الكشافه. كمان كان في حفله عيد الاضحى. فالمره دي بما ان اول ايفنت في التجمع ففكرنا ان احنا نعمل حاجه للاهل وللطفل مش للطفل بس، فعملنا حفله شامله عباره عن فقرات للطفل من ضمنها اراجوز وبلياتشو والحاجات دي، وفي نفس الوقت عملنا جزء للكبار اللي هي زي حفله شو لبناني او شو دبكه النوبي، جبنا كذا حاجه عشان خاطر نرضي الاهل ونرضي الطفل، وان شاء الله باذن الله يبقى في بعد كده ايفنتات تانية كتيره جميله باذن الله. لا بصراحه الحفله اكتر حاجه عجباني التنظيم، اللي انتوا خليتوا الاطفال لوحدهم وباقي الموميز كلهم ورا، دي اكتر حاجه كانت عجباني جدا، كان الاولاد مبسوطه قوي. مبسوط جدا بيها بصراحه، ومبسوط جدا بالنادي جدا ومسكان التجمع، والاولاد فعلا بقى كل يوم بييجوا من ساعه ما فتح بصراحه. حلوه جدا واتبسطت في الحفله جدا وريت اعملها كتير. الحفله كانت ممتازه، ودي خطوه كويسه ان الاداره بتاعه الاهلي تبدأ تعمل حفلات في النادي. متوقعتش ان الحفلة تكون كويسة قوي كده، هي مش واخدة تارجت لأطفال بس، هي واخدة لكل الأعمار. حفلة كان حلوة وكان فيها فقرات حلوة وكنا رقصنا واتبسطنا، وكان حفلة حلوة قوي. الحفلة كانت حلوة جدا واتبسطنا ولعبنا مع الأراجوز، وياريت تكررها كتير. الحفلة كان حلوة قوي وانبسطنا جدا وعملنا فيها حاجات كتير قوي، كان حلو. كانت حلوة يعني، وكان في بابتس يعني انبسطت بصراحة. الحفلة كانت حلوة جدا والأطفال كلهم انبسطوا، وميرسي خالص لإدارة النادي. لسه مكملين اخبارنا، وامبارح الحقيقه كان في لقاء مهم جدا وتوقيته كمان اهم، وهو لقاء الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بلاعب الاهلي ومنتخب مصر للسكواش مصطفى عسل، ده طبعا لدعمه في برنامج الاعداد والتاهيل الخاص خلال الثلاثه اشهر المقبله، بما يضمن الحفاظ على مستواه الفني للعوده للمنافسات الدوليه مره اخرى. الحقيقه كمان الدكتور اشرف صبحي اكد للاعب طبعا مصطفى عسل بطل عالم على اهتمام الدوله المصريه مستمر باللاعبين والمدربين والشخصيات الرياضية لتقديم الدعم والتشجيع للرياضة وكمان الرياضيين في مصر، ده طبعا مع مناقشة كافة التحديات وسبل تطوير الرياضة المصرية. في الفترة الأخيرة أنا عن نفسي قلتها كذا مرة بأكثر من صيغة، بس يعني بتفيد في الآخر نفس المحتوى، اللي هو فكرة أن نفسي عارفة النجاح المصري المدوي على مستوى العالم اللي متحقق في رياضة السكواش، نفسي يتم استنساخه في كل الرياضات، يعني نفس النجاح ده، كواليتي النجاح ده والاستدامة اللي فيه تكون موجودة في كل الرياضات. حقيقيين الحقيقة أرقام حلوة ويعني عالمية، وعندنا كمان نجومنا كلهم عالميين الحقيقة. بسم الله ما شاء الله. لا وبعدين مقفلين دايما، يعني دايما أي يعني بيسموها إيه اللي هو هي لعبة الاسكواش عموما عندنا. الترتيب بتاع اللعيبة، التصنيف. التصنيف احنا مسيطرين عليه من زمان. دي حقيقة بجد، كل اللاعبين ومصطفى كمان تحديدا طبعا. يعني يمكن كمان عايزين نقول إن هو كان موقوف لمدة 12 أسبوع بس خلاص، يعني هتنتهي فترة التوقف دي يوم تحديدا 8 أكتوبر. مصطفى حقيقة عامل سكورز وعامل أرقام كبيرة طبعًا جدا ومشرفة طبعًا جدا، وشفناه طبعًا بيحتفل خلال هذه البطولات، يعني مصطفى فخر للنادي الأهلي الحقيقة. جدا جدا جدا، ويعني ولاعيبتنا في السكواش البنات والولاد الحقيقة هم فخر لمصر بشكل عام. ومن شوية كنت بتكلم مع حضراتكم وأقول لكم إنه أكيد بتبقى حاجة لطيفة جدا فكرة إن يبقى عندنا أبطال عالم وبطلات عالم في رياضات مختلفة، مصريين ومصريات، يعني حاجة عظيمة جدا. وفي هذا الإطار عايزين نعرفكم أن استطاع لاعبي المنتخب الوطني للخماسي الحديث أن هم يحصدوا ميدالية ذهب وأخرى برونز ضمن منافسات الرجال في بطولة العالم للخماسي الحديث اللي بتستضيفها بريطانيا خلال الفترة من 21 لغاية يوم 28 من أغسطس الجاري. توج مهند شعبان بالميدالية البرونزية في منافسات الفردي، وتمكن أحمد الجندي من الحصول على المركز الرابع، جاء محمد الجندي في المركز الخامس كمان. كمان تم يعني تمكن المنتخب الوطني المكون من مهند شعبان وأحمد الجندي ومحمد الجندي من أن هم يتوجوا بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق، شيء رائع جدا، ويا رب إن شاء الله المزيد من النجاحات ليهم.
أخبارنا النهاردة كريم كلها حلوة الحقيقة أيوة. ومتعلقة بالأبطال المصريين برضو. يعني من الأخبار الحلوة اللي معانا النهاردة تتويج فاطمة محروس لاعبة منتخبنا الوطني اللي رفع الأثقال البارالمبي بالميدالية الفضية لوزن 61 كيلو، وتوج كمان زميلها بالمنتخب طه عادل بالميدالية البرونزية لمجموع وزن 54 كيلو في إطار منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي اللي بتستضيفها طبعا دبي حاليا، وهتستمر منافساتها حتى يوم 30 من أغسطس الجاري، خلاص يعني هتنتهي بعد بكرة. وارتفع رصيد مصر من ميداليات ل 13 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات وخمس فضيات وخمس برونزيات، وكمان على صعيد الرواد بقى توجت مصر بسبع ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة. يا سيدي يا سيدي، طب بعد الاخبار الحلوه خدت بالك من الخمسات اللي كانوا ورا بعض؟ الله يسلمك، عشان الحاجات دي بتتنزل، خلي بالك الحاجات دي بتتنزل. بعد الاخبار الحلوه دي كلها بقى نتابع مع حضراتكم درجات الحراره النهارده وصلت لكام في محافظات مصر المختلفه، بعدها فاصل ثم لنا عوده ان شاء الله. اتفضل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي بقى جه ميعادنا مع اخر اخبار النادي الاهلي والفرق الرياضيه المختلفه، وطبعا انشطه اللجان وكل الامور الخاصه بالفريق الاول لكره القدم كمان. وهيكون معانا دلوقتي هتنضم لنا مراسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا طبعا بصبح عليكي في البدايه، واكيد مستنيين منك كل الاخبار الخاصه بالفريق الاول لكره القدم. طبعا زي ما احنا عارفين يمكن غدروا يعني منذ قليل إلى النمسا، وكمان كل الفرق الرياضية الأخرى الأخبار الخاصة بيها وأيضا أنشطة اللجان. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما قلت يا مريم هنقول لكم كل الأخبار المتعلقة بالفرق الرياضية المختلفة وكمان أنشطة اللجان وكل الأمور المتعلقة بالنادي الأهلي. خلونا بقى في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم واللي غادر للنمسا. يعني التجمع النهاردة كان الساعة 8 صباحا والطيارة اتحركت الساعة 10، والمعسكر طبعا هيستمر حتى يوم 6 سبتمبر استعدادا بقى للموسم الجديد. طبعا الفريق هيكون عنده تحديات كتير سواء طبعا بطولات محليه او قاريه، وكمان المشاركه في كاس العالم للانديه. كمان خليني اقول لكم بقى انه في قائمه الفريق اللي غادرت للنمسا يعني شباب النادي الاهلي محمد زعلوك ومعتز محمد، طبعا هم مواليد 2005، اكيد طبعا دي فرصه كويسه ليهم عشان بقى يدخلوا في اجواء الفريق الاول لكره القدم، وممكن كمان نشوفهم بيشاركوا في الموسم الجديد. كمان بقى خليني اقول لكم انه الفريق كان اختتم تدريباته امبارح على مختار التتش كابل المغادره للنمسا. امبارح المران كان على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. الصباحيه كانت الساعه 10 الصبح والمسائيه كانت الساعه 6 مساء. وكالعاده بقى مستر مارسيل كولر كان حريص انه يعقد محاضره مع اللاعبين عشان يحدثهم عن كل الامور المتعلقه بالمرحله القادمه، وان هم طبعا لازم بقى يبداوا الموسم الجديد بفول انرجي ويكون عندهم طبعا رغبه في الحصول على جميع البطولات، يمكن زي ما عملوا الموسم اللي فات. ان شاء الله قادرين ان هم يحققوها الموسم ده وكمان يفوزوا بالعلامه الكامله في جميع البطولات. كمان خليني اقول لكم بقى انه خلاص تم تحديد اللي هيواجه النادي الاهلي في دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا، وهيكون فريق سان جورج الاثيوبي. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي. خلونا بقى نروح دلوقتي للالعاب الاخرى، والبدايه مع رجال كره اليد اللي بيستعدوا بشكل قوي جدا للموسم الجديد. يعني خلاص اول مباراه ليهم هتكون يوم 1/9 هتكون امام فريق الزهور، ده طبعا ضمن بقى منافسات المرحله الاولى من الدوري. بيستعدوا بشكل قوي جدا زي ما قلت لكم، يعني كمان كابتن او مستر ديفيد ديفيس رفع الحمل البدني والفني للاعبين في الايام الماضيه. كمان هيكون عندهم بقى المنافسه الثانيه او المباراة الثانية هتكون المعادي يوم 5 سبتمبر هتكون الساعة 8 مساء على صالة المركز الأولمبي. خليني أكلمكم بشكل عام المرحلة الأولى من بطولة الدوري. النادي الأهلي هيكون بيلعب كل جمعة وثلاث، يعني مباراتين في الأسبوع، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. وكمان استكمالا حديث عن الفريق الأول لكرة اليد الرجال، تم تحديد موعد السوبر المصري واللي هيكون أمام فريق الأهلي أمام فريق الزمالك، طبعا هيكون مقام في الإمارات وهيكون يوم 9 ديسمبر. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، يعني رجال كرة اليد استعدوا بشكل قوي للموسم الجديد. كمان كانوا شاركوا طبعا في البطولة الودية دورة الأبطال الدولية لكرة اليد، بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق.
خلونا بقى دلوقتي نروح لكرة الطايرة ومنتخبنا الوطني لكرة الطايرة طبعا بيستعد بشكل قوي جدا لكأس الأمم الإفريقية. بيشارك بقى مع قائمة المنتخب خماسي النادي الأهلي لاعب أحمد صلاح، حسام يوسف، عبد الرحمن سعودي، محمد رمضان ومحمد عصران. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، يعني منتخبنا الوطني كان بيستعد بقوة لهذه البطولة، خاض أكثر من معسكر سواء في مصر أو خارج مصر، وكمان سلسلة من المباريات الودية. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى أخيرا نروح للعبة كرة السلة، وطبعا امبارح كان تم الإعلان عن التعاقد مع اللاعبة تمارا نادر السيد لتنضم بقى لملكات كرة السلة لمدة 4 مواسم. طبعا بنتمنى لها كل التوفيق، إن شاء الله تكون إضافة قوية للفريق. طبعا زي ما احنا عارفين إنه سيدات كرة السلة كانوا عملوا موسم كبير جدا الموسم اللي فات، فازوا في جميع المباريات، يعني فازوا في جميع البطولات بالعلامة الكاملة. بتمنى لهم كل التوفيق، وإن شاء الله بقى كمان الموسم الجديد يقدروا يحققوا نفس هذا الهدف، وتكون تمارا إضافة جديدة وكبيرة للفريق. وكمان بقى كان أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة إن كأس السوبر بين الأهلي والزمالك هيكون يوم 20 أكتوبر، وبداية دوري المرتبط هتكون يوم 25 أكتوبر، ومباراة كأس مصر في دور ال 16 هتبدأ يوم 26 ديسمبر، ودوري السوبر هيبدأ 30 ديسمبر. يعني خلاص بقى بدأنا نعلن كمان عن مواعيد كل المباريات والبطولات القادمة. إن شاء الله زي ما كل فرق النادي الأهلي عملت موسم كبير جدا الموسم اللي فات، ويمكن كمان سميناه موسم استثنائي، يقدروا يكتسحوا في جميع الألعاب هذا الموسم. ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية. كمان بقى خلوني أنقل لكم الأجواء. طبعا زي ما عودناكم دايما درجة الحرارة دلوقتي 30، الأعضاء بالفعل متواجدين في النادي، وفي سيولة مرورية جيدة في الطرق المؤدية للنادي، يعني كل أعضاء النادي الأهلي اللي بتتابعنا تقدروا تيجوا بقى وتستمتعوا باليوم النهاردة. يعني يا مريم ويا كريم، دي كانت أبرز أخبارنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. معاكم طبعا لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. مفيش أي استفسارات طبعا يا هنا، يعني يمكن نقلت لنا الصورة كاملة سواء عن الفريق الأول لكرة القدم وأيضا كل الأنشطة الخاصة بالفرق الرياضية الأخرى، وكمان الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. بنشكرك جدا زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم. نادرا ما بنحتاج نسأل المزيد من الأسئلة لكل زميلتنا، الحقيقة ما بيسيبوش لا كبيرة ولا صغيرة ولا شردة ولا وردة في كل الفروع في كل الرياضات، فهنسأل ليه صحيح. دي حقيقة، عندك حق يا كريم. بنشكرك يا هنا على وجودك معانا في حلقتنا النهاردة، شكرا جزيلا. تعالوا بقى نقف شويه عند اللي مشرفينا، عند المحترفين المصريين اللي منورين الدنيا في الدوريات الاوروبيه المختلفه، وتعالوا نتكلم كمان عن امكانيه ان هم يحققوا المزيد من النجاحات ان شاء الله مع انطلاق الموسم الجديد. تعالوا نبتدي بالنجم صاحب الاسم اللي بيثير صخب كبير في الفترة الأخيرة، طبعا النجم المصري محمد صلاح، اللي كل يوم والتاني بنشوف ونسمع تقارير أخبار انفرادات غير وغيره عن فكرة إمكانية رحيله عن نادي ليفربول أو استمراره مع الفريق. لكن في كل الأحوال احنا يمكن طبعا يعني بطبيعة الحال طبيعي ان احنا لازم نهتم بموضوع محمد صلاح ورايح ولا مش رايح، وخصوصا في ظل الأرقام الفلكية اللي بتتقال كل يوم والتاني، وبنسمع ان كمان يعني القائمين على الدوري السعودي بيزودوا من المغريات لمحمد صلاح. لكن كده كده محمد صلاح هو أكتر واحد في الدنيا عارف هو بيعمل ايه، وعقليته عقلية احترافية من طراز يعني محترم جدا. العقلية اللي بيمتلكها محمد صلاح بالمناسبة هي اللي خلته من زمان في حتة تانية خالص، ووصلته لأبعد نقطة ممكن أي بني آدم يوصل لها، أبعد نقطة ممكن يوصل لها أي محترف سواء كان مصري أو عربي. أكيد هو عارف كويس قوي أهمية كل خطوة بيعملها، يعني يكفي أنه هو لعب مع أندية كبيرة وكتيرة، وعنده من الخبرات ما يكفي أنه هو يقدر يقيم الصورة ويقدر يحدد هو عايز إيه في المرحلة اللي هو فيها وعايز إيه في المرحلة اللاحقة. بس الجدل ده والصخب ده بيني وبينك طبيعي جدا. دي حقيقة طبعا، يعني يمكن كمان كريستيانو رونالدو أول ما انتقل للدوري السعودي فتح الباب لنجوم يعني كثر جدا. دي حقيقة فعلا يا كريم، ويمكن ما بقاش بعيد خلاص. يمكن لو كنا سمعنا الخبر ده قبل انتقال كريستيانو يمكن كنا قلنا استحالة صلاح يسيب ليفربول ويروح الدوري السعودي، ولكن الحقيقة ان دلوقتي ما بقاش في حاجة بعيدة، خاصة بعد الصفقات الكتير جدا اللي احنا شفناها مؤخرا. طبعا هنسترسل بقى في كل ده في فقرتنا الحوارية مع أمين عمر، هتكلمنا اكتر بقى عن كل الصفقات دي وعن حتمية او خلاص بقى ان احنا نحسم فكرة ان يكون صلاح موجود في الدوري السعودي ولا لا، خاصة انه كمان يعني يمكن يورجن كلوب كان ليه امبارح عاقب بانتهاء المباراة بعد التصريحات الخاصة كمان بانتقال صلاح، يعني وجوده من عدمه في ليفربول.
خلونا بقى نفكر حضراتكم بماتشات صلاح من بدايه الموسم مع ليفربول. لعب ماتشين، تعادل في الاول مع تشيلسي بهدف لكل فريق، وفي الماتش بقى الثاني فاز على بورموث بنتيجه 3-1 وسجل اول اهدافه في الموسم الحالي. امبارح طبعا كان في اختبار صعب جدا، مباراه كل الناس الحقيقه تابعتها امام نيوكاسل في ملعب سان جيمس بارك في مدينه نيوكاسل، ولكن استطاع ليفربول الفوز بهدفين مقابل هدف. اكيد الفتره اللي جايه مش سهله ابدا، ومليون في المية صلاح هيفكر بدل المرة 10 و100 كمان قبل أكيد ما يحسم قراره النهائي. كل التوفيق طبعا لنجمنا الكبير محمد صلاح اللي دايما بيكون ليه ظهور مميز في المواعيد الكبرى. وخليني أقول لك يا كريم، امبارح يعني كانت مباراة من العيار الثقيل طبعا. ويعني يمكن الجول جه في دقيقة 93 في الوقت بدل الضايع، وكمان كان من أسيست لمحمد صلاح طبعا. يعني الصنف اللي هو إيه، دي حقيقة يعني هو الناس اللي قالت الأسيست أحلى من الجول نفسه. فظيع فظيع فظيع. دي حقيقة، ولكن فكرة إن هم كانوا بيلعبوا ب 10 لعيبه بس طبعا. وكمان على يعني ملعب نيوكاسل دي حاجه كبيره جدا طبعا. وهتخلي الفرق كمان في البريمير ليج تعمل حساب كبير جدا اكيد لليفربول خلال الفتره اللي جايه. يلا خلي الدوري كمان يحلو اكتر. انت عارفه ليه عشاق كتير من مصر، يعني في مصريين كتير جدا بيتابعوا فرق يعني انجليزيه مختلفه ولا سيما ليفربول بطبيعه الحال. طيب تعالوا بقى نتكلم عن محترف آخر هنتكلم عنه، هو النجم مصطفى محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي اللي ابتدى الحقيقة الموسم الحالي على أفضل ما يكون. لعب مع نانت 3 مباريات، أي نعم الفريق خسر ماتشين وتعادل ماتش، لكن احنا بنتكلم عن مصطفى محمد هو نفسه كان عامل ازاي. الحقيقة لا كان ظهر بشكل أكتر من ممتاز، وسجل في أول ظهور لي أمام تولوز هدف فريقه الوحيد، وسجل كمان في المباراة الثالثة قدام موناكو، يعني واحد من أكبر وأعرق أندية فرنسا، سجل هدفين يعني ساهم في تعادل فريقه نانت مع موناكو بنتيجة 3-3 عشان يرفع رصيده حتى هذه اللحظة إلى 3 أهداف. ولو استمر بالمعدل ده يا عالم ممكن جدا يكون في التوب 3 في نهاية الموسم ده، وده ممكن يخلي مصطفى محمد أكيد هدف لكتير من الأندية الكبرى في أوروبا الموسم اللي جاي، وطبعا دي حاجة كلنا بنتمناها. كمان ثالث لاعب هنتكلم عنه النهارده هو الجناح المتألق عمر مرموش لاعب نادي انتر اخت فرانكفورت الالماني، وطبعا اللي يعني انتقل ليه مع بدايه الموسم الحالي. لعب مباراه وحيده فقط امام دارمشتات انتهت بفوز انتر اخت فرانكفورت بهدف 1، وشارك فيها عمر مرموش. الحقيقه امبارح كان عنده مواجهه قويه جدا مع ماينز ونجح انه يسجل اول اهدافه في الدوري الالماني، وكان هدف غالي جدا لانه كمان يعني هدف التعادل لفريقه في المباراه اللي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد ما كان انتر اخت متأخر بهدف. طبعا نجح مرموش اللي شارك في المباراة من البداية للنهاية في تسجيل التعادل في دقيقة 95، يعني آخر لقطة في المباراة كانت بأقدام مصرية، ويمكن ده نفس الحال برضو بالنسبة لمباراة ليفربول، يعني يمكن برضو كان الأسيست هو السبب في فوز ليفربول امبارح. يعني الأقدام المصرية الحقيقة ساهمت بشكل أو بآخر أو بشكل كبير الحقيقة امبارح في مباريات الدوريات المختلفة. أنا واحد من الناس يمكن عشان أنا عجوز شوية وعصرت فترات زمنية ما كنتش أنت لسه طبعاً هنضحك على بعض يا ست الكل، مش دي النقطة، بس اللي عايز أقوله لك إن في وقت من الأوقات كان من يعني من المستحيل يا مريم إن أنت تتخيلي إن هيكون عندنا لعيب بيلعب في الدوري الفرنسي ولعيب بيلعب في الدوري الإنجليزي ولعيب بيلعب في الدوري البوندس ليجا الألماني ولعيب بيلعب في تركيا ولعيب بيلعب في كذا. اللي بيحصل ده كان يعتبر خيال علمي في أزمنة سابقة، فهايل إن إحنا وصلنا للمرحلة دي، والحقيقة كل واحد فيهم على حدة مع اختلاف ظروف وتفاصيل كل واحد، بس كل واحد فيهم عامل شغل ممتاز في مكان الحقيقة شرف شرف حاجة كبير حاجة هايلة جدا. إن شاء الله اللي جاي طبعا يكون أفضل بكتير كمان لعمر مرموش، ما زال المشوار طويل بالنسبة له في البوندس ليجا الالمانيه مع فريقه، بنتمنى له اكيد كل التوفيق، وكمان بنتمنى كل يعني الامنيات بالعوده السريعه ان شاء الله من الاصابه للنجم محمود حسن تريزيجيه نجم منتخبنا طبعا المصري ونجم نادي طرابزون التركي اللي عمل الموسم اللي فات الحقيقه واحده من افضل مواسمه على الاطلاق، وكان هو هداف فريقه، وطبعا كمان المهاجم المميز احمد حسن كوكا لاعب الانيا سبور التركي، واكيد لاعب الوسط الكبير محمد النني اللي مشتاقين جدا جدا نرجع نشوفه مره ثانيه مع ارسنال، خصوصا ان ارسنال ذات نفسه عامل شغل نار في الفتره الاخيره، فعايزين نشوف النني بقى ان شاء الله في القريب باذن الله، لان هو برده من اللعيبه المميزه جدا جدا الحقيقه، وعمل في الفتره الاخيره كمان شغل ممتاز. بنتمنى كل التوفيق لكل نجومنا المحترفين في اوروبا في الدوريات الاوروبيه المختلفه، ويكون الموسم الحالي مميز بالنسبه لهم ان شاء الله بشكل كمان افضل من كل المواسم اللي فاتت ان شاء الله.
خلينا بقى دلوقتي نروح نتابع فيديو جراف عن أصغر اللاعبين اللي بيشاركوا في تاريخ كاس العالم، وكان أصغرهم طبعا نورمان وايتسايد اللي شارك في نسخة 1982 وعمره وقتها كان 17 سنة و41 يوم. خلينا نتابع الفيديو جراف ده، بعد كده هنطلع فاصل ونرجع بقى نكمل معاكم فقراتنا الحوارية في 10 الصبح في الأهلي. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وأولى فقراتنا الحوارية في 10 الصبح في الأهلي. والحقيقة يعني يمكن مرارا وتكرارا كنا بنتكلم إن مفيش أكيد رياضة دلوقتي بقت حكر على الرجالة بس، لكن السيدات الحقيقة اقتحموا كل الألعاب تقريبا. النهاردة بقى هيكون معانا بطلة من بطلات الرماية اللي ليهم إن شاء الله مستقبل واعد ورفعوا علم مصر في كتير من البطولات العالمية. طبعا أكيد هي منورانا في الاستوديو دلوقتي، بنرحب بضيفتنا هالة الجهري لاعبة منتخب مصر في الرماية. هالة منورانا. نورك، شكرا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. صباح النور. صباح النور. احساسك ايه وانت بطله عالم في الرماية؟ يعني قاعده عادي كده؟ ده حلم. ده حلم قدامنا. ميداليات وده جزء. ده جزء بس، ده السنه دي بس. ده ما طيش السنه دي بس. ما شاء الله. ده السنه دي بس كلها يعني افريقيا عرب كده. اوكي. طب انا كنت سامع من شويه مريم قبل ما يعني نطلع على الهواء كانت بتقول لك انا عايزه تعرف منك بدايتك كانت ازاي. خلينا فعلا نعرف من بدايتك مع الرياضه دي، وخصوصا ان هي مش رياضه يعني مش دارجه قوي للسيدات. دي حقيقه فعلا. دي حقيقه فعلا. هم بيستغربوا اصلا ازاي في بنات بيلعبوا رمايه. يعني انا من اسماعيليه اصلا، ما بلعبش هنا. الله يخليك. انا بدات تقريبا من 16 سنه. بابايا كان مدرب في نادي القناه في الهيئه. بدأنا بابا كان بياخدني معاه وكده، وبعدين بدأت احب، حطني على الطريق من الاخر وسابني يعني، وانا بقى اشتغلت. من تاني سنه على طول بدايتي دخلت المنتخب، والحمد لله لحد وقتنا هذا انا في المنتخب ناشئين وطلعت سيدات. برضو شاركت في بطولات كتير جدا بره مصر، واخرهم اللي هي بطوله اذربيجان اللي كانت من اسبوع، انا 12 على العالم ما شاء الله. ما شاء الله. في بطولة يعني تكاد تكون من أقوى البطولات اللي موجودة، لأنها كان فيها كوتا للأولمبياد باريس. فبطولة شرسة جدا، بطولة مهمة جدا، والحمد لله ربنا وفقنا، وكان فاضلي تقريبا 3 بونت على أحسن 8 على مستوى العالم الفاينل. فدي خطوة يعني أنا خلاص يعني خلاص أنا بوصل للحلم بتاعي إن شاء الله. أنا كنت في أولمبياد طوكيو اللي فاتت. يعني في حاجات كتير قوي، تضحيات كده كتير في النص يعني اكيد هنعرفها، بس من ضمن التضحيات ان انا سبت ابني 4 أو 5 شهور وسافرت. طبعا ده شق هنتكلم عنه لوحده. اصلا فكره ان انت توفقي ما بين حياتك الشخصيه وما بين فكره ان انت بطله عالم بتسافري بطولات كتير. ولكن خلينا الاول قبل ما ننتقل يعني للجزئيه دي، شايفين قدامنا زي ما كنا بنتكلم عن الراسه كده، عايزه اتكلم معاكي اكتر عن البطولات اللي انت حققتيها من اول ما بقيتي يعني بطله في الرمايه، او من اول ما بداتي لعبه الرمايه، يعني البطولات المختلفه، وكمان البطولات اللي انت ما حققتهاش ونفسك ان انت توصلها. لسه كنت بتتكلمي عن اكيد حلمك يعني يمكن طبعًا. كان دلوقتي انت محققه ال 12 التصنيف، اكيد ليكي حلم اكبر من طبعًا كده. طبعا اكيد. انا اصلا بدايتي كانت اول مره اطلع بره مصر، كانت او بشارك في بطوله دوليه بره مصر، كان في فرنسا. الكلام ده كان في 2014 تقريبا او 2015. عملت رابع، دخلت فاينل وطلعت رابع على العالم. بس بطولات الناشئين بتبقى يعني مش بقوه البطولات اللي احنا بنبقى فيها دلوقتي، لان بيبقى لسه ناشئين، فاهمه قصدي؟ فبعدها رحنا المانيا، كان برضو المستويات كانت عاليه شويه، فكنت برضو وسط الناس، ما كنتش بعيده. بعدها هولندا، عملت 3 ميداليات، عملت تاني اول تاني. بعدها النمسا برضو، عملت تاني اول. بعدها بقى دخلت السيدات، بدات بقى في بطولات. طبعا في النص في بطولات افريقيه وعربيه كتير، من كترهم انا مش فاكره. انا خدت افريقيا خالص. لا لا لا، بصراحه انا عديت الليفل ده يعني الحمد لله. فالليفل العربي والافريقي يعني الحمد لله انا احسن لاعبه على مستوى العرب ومستوى افريقيا في الايفنت بتاعي. فمن كترهم ما شاء الله انا يعني مش فاكره، بس انا فاكره الدولي. ف بس اخر افريقيا كانت انا موجوده فيها، كانت شهر 12 في تونس اللي فاتت، واخده اول فردي، اول مختلط، اول ميداليتين. ان شاء الله عندنا في مصر هنا الافريقيه في شهر 10، دي المؤهله ان شاء الله باذن الله لباريس، وباذن الله هناخد الكوتا ان شاء الله. ان شاء الله. بس حلمي بقى ان انا اجيب
ميداليه الاول في بطوله عالم وبعدين ميداليه في الاولمبيكس ان شاء الله. فانا من النوع اللي بحط يعني مش حلم بعيد قوي، لا انا بحب احط ستيب باي ستيب بحيث ان انا ما صعبش الموضوع على نفسي، لا خطوه في خطوه في خطوه. عشان كده بقى لي انت وراتي يعني ما فيش حاجه ممكن تبقى صعبه، لان انت بالفعل قطعتي شوط كبير تجاه العالميه الحقيقه. بسم الله ما شاء الله. بالظبط انت كنت بتقولي لنا من شويه ان انت اصلا من الاسماعيليه، فخلي سؤالي ليكي دلوقتي، ما فكرتيش للحظه وانت جايه تدخلي علينا واختك مريم مثلا بقفص مانجا فص مثلا؟ انا مش قادره اقول لك يعني ما خطرش على بالك الموضوع ده ليه؟ انا مش لاقيه وقت اكل مانجا. طب ده اسمه احنا عندنا وقت، ده اسمه كلام تمام احنا عندنا وقت. طب يلا بعد الحلقه ما عنديش اي مانع. كنت بتقولي لنا بقى ان في تضحيات كتيره اضطريتي تضحي بيها عشان توصلي للي انت حققتيه ده. بص هو مبدئيا كده ما فيش لاعب او ما فيش بطل من غير تضحيات، وبتختلف بقى. انا بالنسبه لي التضحيات اللي انا عملتها اول حاجه ان انا ضحيت بالثانويه عامه بتاعتي عشان خاطر انا في دماغي هدف، يعني انا حبيت، عارف انت حبيت حاجه خلاص خلصت، بس برضو كان الاهل ورايا وتمام، وكانت الدنيا مش بعيده قوي. انت بتقولي ان الاهل وراكي، فكره الريسك ان انت تضحي بثانويه عامه دي، ما فيش بيوت كتير هو أنا اصلا مش ضحيت عشان بيها. بس ايه ما اعملش مشاكل بس مع الاهل، بس انا مش ضحيت ان بابليك، لا انا اللي هو لا انا دماغي في الرمايه يعني. يعني عشان ببقى صريحه برضو، ما خلاص انا لقيت حاجه انا بحبها متميزه فيها شاطره، فواخده وقتي واخده تفكيري، بقعد على الكتاب دماغي في الرمايه، انا هعمل ايه البطوله الجايه، انا هروح التمرين امتى، طب انا بابا يسمح لي، حضرتك فاهمني. فاللي هو دي اول تضحيه طبعا انا مش بعيده يعني، انا تضحيه من طرفك ومن طرفهم هم كمان، هم طبعا الاكتر من طرفهم طبعا. لان بالنسبه لهم انا كان اصلا حلمي قبل رمان انا ابقى مهندسه زي بابا. أوكي. فلما انا لقيت ان الدنيا بتهرب مني، فانا خلاص انا بحب حاجه تانية. دي اول تضحيه، والحمد لله هم يعني خلاص شايفين ان انا عيني في حته تانية، وشايفين ان انا ماشيه مش برده مش عطلانه في القصه دي. التضحيه اللي بعدها بقى الكبيره بالنسبه لي ان انا سبت ابني 6 شهور طفل يعني مش محتاج في الفتره دي غير امه، وسافرت اولمبيات 20 يوم او 21 يوم تقريبا. والنقطه دي لو مش موجود بقى فيها زوج محترم مقدر مراته فيه او مقدر المجهود اللي انا بعمله، لو ما فيش اهل اب وام واخوات يشيلوا الطفل ده، اصل برضه يعني لو كانت هو الدور هنا بيفرق، 6 سنين بيمشي الحياة، لكن 6 شهور انت متخيله الزوج في الوضع؟ لا هو دور الزوج هنا مهم قوي بصراحه، اكيد دعم بالظبط. ايوه فهي المشكله كمان ان قبلها كان مضطره ان انا اسافر كرواتيا عشان اخد الرقم التاهيلي اللي هو الام كيو اس عشان اسافر الاولمبياد، بس كان ابني لسه في مرحله ان انا مش عارفه ادخل اكل، فمضطر اخده معايا، فاضطريت ان انا اخد جوزي وابني معايا وطبعا على حسابنا الخاص، وسافرنا بعدها بـ2 شهر كنت انا سايبه ابني وخلاص ومسافره. ودي كانت اول تضحيه. من ساعتها بقى وشريت الكار بقى، يعني انا بقيت بسيبه واسافر بقى خلاص، انا لقيت الناس سبتهم في اصعب وضع يعني 6 شهور، هو دلوقتي ما شاء الله امير 2.5 سنين. ف ما بيحصلش ساعات كده يعني اللي هو مثلا يجي حد من الاهل او الزوج مثلا يكلمك اللي هو فكره خلاص مثلا انت حققتي كتير قوي كفايه على الحته دي، ما تفتحيش عينه على القصه دي، شكله بيحصل. لا بصي هو بصراحه يعني هو علشان طالع من بيت رياضي ودماغه بني ادم محترم فاهم ان المجهود سوي، هو بني ادم سوي في الاول وفي الاخر هو سوي، وده الطبيعي يعني هو ده الطبيعي، بس هو فعلا يعني مش مانع عليه حاجه، هو سبورت مادي، سبورت معنوي، سبورت يعني نفسي، يعني انا مش عارفه بصراحه اتكلم عليه اقول له ايه، بس هو حقيقي شايل عني كتير جدا يعني. المفروض ان هو خد الولد النهارده الصبح ووداه الحضانه عشان انا جاي عشان في برنامج، خد اذن من شغله ساعه عشان يوجه له تحيه. خلي بالك عايزين نوجه له تحيه بصراحه على الهواء. اسمه ايه قول لنا كده؟ مهندس مؤمن فؤاد. مهندس مين؟ مؤمن فؤاد. مهندس مؤمن يعني كل التحيه يعني من اسره قناه الاهلي كلها ليك اكيد، بالنسبه للدعم اللي انت بتقدمه لهاله اكيد، ويعني يمكن اكيد انت كنت سبب اساسي ان هي توصل للي هي فيه ده وفي كل البطولات اللي هي حصلت عليها. فالحقيقه دايما لما بنلاقي نموذج زي ده كريم، نموذج راجل زي ده بيشجع مراته بالشكل ده صراحه الحقيقه لازم نوجه له تحيه وربنا يخليها. مفيش فيلم تاني الموديل لا والله لا في ناس كتير محترمه، بس انا يعني ربنا رزقني بمؤمن، ودي حاجه كبيره والله في حياتي يعني. ربنا يخليكم لبعض ويفرحكم بابنكم يا رب ان شاء الله. امين يا رب. على فكره من زاويه غريبه حبتين لرؤيه الموضوع ده، فكره ان مفيش داعي ان احنا نندهش قوي من قدره اللاعبات المصريات على التميز في عالم الرمايه، لان تحسيه جين في جينات الست المصريه من قديم الازل.
ما تعيش انت على المرحله دي. كان في امهات عايزه اقول لك عندهم طريقه معينه في التربيه، يعني في ام عندها قدره انها ترمي فرده الشبشب على ابنها معروفه يطير لحد مستمره لحد دلوقتي. أيوة هو بيمشي كده وبيجيبه. مش غريبه ان انتوا تتعلقوا في الرمايه؟ لا واحنا شاطرين على فكره في اللعبه دي جدا اكتر من الرجاله يعني. في اللعبتين يعني، اللعبه دي والثانيه. طيب هلا كنت عايزه اسالك عن الاماكن، يمكن مش ناس كتير تعرف الاماكن اللي بيتم فيها ممارسه لعبه الرمايه. يمكن انا ساكنه جنب نادي رمايه، فكنت عارفه ان ده المكان الوحيد اللي كل الناس بتجيله علشان تمارس فيه او تتمرن على الرمايه. ودلوقتي يمكن في بالنسبه لعمليات التطوير في المنطقه دي ما بقاش موجود نادي رمايه. عايزين تعرف منك اكتر عن الاماكن اللي موجوده، يقدر اي حد ان هو بيحب لعبه الرمايه ان هو يكون متواجد فيها علشان ياخد خبره اكتر او يتمرن على الرمايه اكتر. بصي، هو بعد ما تهد ميدان الرمايه طبعا الاتحاد يعني في وقت صغير جدا عمل لنا ميدان، يعني ميني ميدان كده في المركز الاولمبي في المعادي، يدوب تقريبا 20 حاره، والمنتخب القومي هو اللي بيتمرن فيه. بس بعدها على طول في العاصمه الاداريه اتفتح ميدان يعني مش دولي، يعني من احسن ميادين العالم، ميدان الرمايه في العاصمه الاداريه، ميدان يعني فيه الامكانيات كلها اللي موجوده. انا كنت لسه في اذربيجان من اسبوع، الميدان اللي كنت فيه في اذربيجان قديم بالنسبه للميدان اللي عندنا، ميدان اضاءته ضعيفه، فيه عيوب كتير. عندنا الميدان حقيقي رائع، ما فيش طبعا مترعيه فيه كل بقى يعني مواصفات الامان طبعا، كل حاجه طبعا كل حاجه على مواصفات دوليه ومقاييس عالميه. اتعمل فيه يعني من حب الرياضيين وحب الناس التنظيم والكلام ده، اتعمل السنه اللي فاتت بطولتين فيه، مرتين اول السنه واخر السنه، وان شاء الله السنه اللي جايه برده في شهر تقريبا 1 أو 2 في بطوله برده هنا في مصر غير الافريقيه اللي في شهر 10. فالميدان تحفه بصراحه. بس بالنسبه بقى الميادين اللي زي ما قالت ان هو اي حد يحب يروح يقدم، انا عشان من اسماعيليه فما عنديش علم قوي، بس اعرف ان في نادي صيد الدقي، اعرف ان نادي طلائع الجيش في ميادين. طب والاسماعيليه نفسها فيها في ميدان طبعا، امال انا جيت ازاي؟ في ميدان هناك في الاسماعيليه، وهو ده اللي انا طلعت منه يعني. طيب وبتفكري في اللي جاي ازاي يا هلا؟ يعني هل كنت تقولي من شويه ان انت مش بتخططي بخطط طويله المدى، انت بتمشي تجاهها خطوه خطوه بالظبط. فخطتك الفتره اللي جايه ايه؟ مبدئيا خطتي الفتره اللي جايه او تركيزي كله على الافريقيه اللي جايه علشان اخد الكوتا. بعدها ان شاء الله هيبقى في فتره تدريبيه تقريبا 7 أو 8 شهور عشان خاطر الاولمبيكس، وان شاء الله باذن الله ما انزلش عن المستوى اللي انا فيه، ابقى برده يعني اكتر من 12. لا انا اخش، انا اتامل ان انا وان شاء الله باذن الله ادخل الفاينل، وباذن الله نعمل ميداليه ان شاء الله باذن الله. فبعدها بقى ندخل نتكلم في بعد ما نخلص الاولمبيكس بقى في بطولات عالم كتير وكاس عالم، ف الخط طويل ان شاء الله يعني. هلا نورتينا وشرفتينا الحقيقه، كان نفسنا ان احنا نتكلم معاكي اكتر يعني عن بقى القصه والمشوار، واكتر عن كمان لعبه الرمايه، يمكن علشان هي لعبه مش بوبولار قوي بالنسبه للناس، ولكن اكيد هيتكرر لقاءاتنا معاكي ان شاء الله، وتنورينا تاني في 10 الصبح في الاهلي. نورتينا وشرفتينا. شكرا شكرا متنور. طيب احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. عودة لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا الاهلي هيبتدي الموسم الجديد بتاعه بمباراه مهمه وبطوله قاريه مهمه، طبعا هي السوبر الافريقي. ومن هنا لحد يوم 15 سبتمبر الاهلي طبعا بيواصل استعداداته، الى جانب طبعا وجوده بالمعسكر في النمسا. عايزين نتكلم يعني عن هذه الملفات والنادي الاهلي الفتره اللي جايه، يا ترى تبقى الدنيا عامله ازاي؟ هنبتدي الموسم الجديد وهو موسم مش سهل ومليان استحقاقات كتيره، يعني دي من ضمن الملفات اللي هنفتحها. وكمان هنتكلم مع حضراتكم عن كره القدم العالميه واخر الصفقات والدوري السعودي واخر مستجداته. منورنا ومشرفنا في هذه الفقره كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق، وكمان الاستاذه منى عمر الناقده الرياضيه. صباح الفل عليكم واهلا بكم. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليكم، منورنا ومشرفنا النهارده. ابدا معاك يا كابتن ماهر، يمكن خلاص النهارده هينطلق المعسكر الخاص بالنادي الاهلي في النمسا، يعني لما يقرب اسبوع. شايف ازاي العوده للتدريبات، فكره بقى يعني المعسكر، يمكن 21 يوم اجازه هي اجازه مطوله يعني لم يحصل عليها الفريق خلال الموسم الماضي بهذا الشكل، يعني شايف ازاي فكره بقى رفع الحمل مره تانية في المعسكر، كمان في مباراتين وديتين خلال المعسكر، يعني شايف الامور دي كلها ازاي كابتن ماهر؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موسم العام الماضي كان موسم يعني شديد جدا على النادي الاهلي،
والنادي الاهلي قدر من خلال موسم 22-23 يحقق اكتر من خمس بطولات خماسيه ويعني نهى موسم بصراحه موسم يعني كان صعب بشكل كبير جدا على النادي الاهلي، لكن قيمه النادي الاهلي وخبره لعيبته والجهاز الفني يعني كان في تحدي بشكل كبير جدا هذا الموسم، وقدر الحمد لله مستر كولر وجهازه الفني ان هم يحققوا الهدف الامثل وهو بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه والسوبر، وده بيحسب طبعا لتاريخ مستر كولر. بدايه الموسم زي ما كريم قال الموسم ده هيبقى موسم صعب، لان الموسم فات حوالي يمكن 60 مباراه اللاعب شاركوا في حوالي 60 مباراة، الموسم ده يمكن هيبقى العدد ممكن يزيد يمكن ل 70 مباراة، فطبعا هيبقى لأن النادي الأهلي عنده اشتراك في يمكن أكتر من بطولتين ثلاثة غير البطولات المحلية، وده هيصعب المهمة بشكل كبير جدا على النادي الأهلي، لكن الراحة اللي حضرتك ذكرتيها ال 21 يوم دي فرقت مع اللعيبة بشكل كبير جدا، وإحنا شفنا السنة اللي فاتت لما لجنة التخطيط وكابتن محمود الخطيب خدوا قرار بإراحة اللعيبة الدوليين والمحترفين. وشفنا الانعكاسات ده بعديها كمان، شفنا الانعكاسات الطيبة بالزبط. للقرار ده بعدها بالظبط فرقت يا كريم بشكل كبير جدا الراحة، لأن اللعيبة كانت بين المنتخب وبين النادي اللعيبة الدوليين مع المحترفين، فكانت الأمور صعبة جدا، حتى الإصابات اللي ضربت النجوم، واحنا يمكن اتكلمنا في كذا حلقه وقلنا الاجهاد اللي واقع على اللعيبه اثر بشكل كبير جدا على ضياع حتى البطولات العام الماضي، لكن الراحه ده كان قرار جريء جدا من كابتن محمود الخطيب. طبعا كابتن محمود الخطيب بخبرته كلاعب وكاداري قدر يختار القرار السليم اللي فرق معانا هذا الموسم بشكل كبير. اللعيبه كانوا في عرض الاجازه دي طبعا كانوا يستحقوها عن جداره وعن استحقاق بالظبط. طيب من كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن محمد صلاح ومسألة انتقاله للدوري السعودي من عدمه، وكل طرف من الأطراف بيؤكد وجهة نظره، يعني القائمين على الدوري السعودي أو بعض وسائل الإعلام السعودية بتؤكد أن الموضوع مفروغ منه وأن صلاح قادم الاتحاد جدة لا محالة. في المقابل تسمعي كلام بيقول ما معناه أن يورجن كلوب ونادي ليفربول بيقول برضه ما معناه أن صلاح مش للبيع أساسا وأن هو مهم جدا في خطتنا الفترة اللي جاية، فيترد عليه من الجانب السعودي كلام من عيني. طب إيه رأيكم أن آخر مباراة هيلعبها صلاح بقميص ليفربول هتكون لقائه مع نيوكاسل، وبعد كده هنشوفه بلبس او بتيشيرت الاتحاد السعودي. الدنيا رسيت على ايه ولا لسه ما رسيتش؟ الدنيا لسه ما رسيتش يا كريم، بس خلينا نقول كده قبل ما نتكلم على اي حاجه بخصوص صلاح، يعني خلينا نشيد عن جداره بصراحه باللي عملته المملكه العربيه السعوديه السنه دي في سوق الانتقالات، لان العالم كله مش العالم العربي، العالم كله بيتكلم على سوق الانتقالات في السعوديه والنجوم اللي بقوا يقدروا ان هم يستقطبوها للتواجد في انديتها الكبرى، ما بقاش بالنسبه لهم او ما بقاش بالنسبه للجماهير السعوديه ان اي لاعب بالنسبه لهم يبقى حلم، لا هو اي لاعب وارد جدا 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 في اي لحظه ان هو يبقى موجود في دوري روشن ويرتدي قميص اي نادي من كبار الانديه السعوديه. بالنسبه لموضوع صلاح، البدايه يعني ايه ما كناش مصدقين، لا ده هم علوا سقف الطموحات بتاعتهم قوي، لا صعب ان صلاح ان هو يروح، لا ما نعتقدش ان صلاح ممكن يفكر في النقطه زي دي. صلاح طبعا ملتزم الصمت تماما كما هو المعتاد يعني، لكن الامور في وقت من الاوقات بتلاقيها قربت جدا وتلاقي لا خلاص ده هيبقى فيه اعلان، ووقت تاني تلاقي الامور ابتعدت. اخر حاجه كانت رسميه كانت من يورجن كلوب مدرب ليفربول امبارح بعد المباراه بالظبط كده، قطعها خالص بالظبط لما 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 اتسال على انتقال صلاح للدوري السعودي وان في الكلام بيتقال، فهو رفض الجمله دي تماما وقال انه ما حدش يتكلم بصيغه الجمع، لانه انا ما حدش كلمني في رحيل صلاح، ما حدش كلم ليفربول في رحيل صلاح، وبالنسبه لهم الموضوع ده امر منتهي. فهي الكره حاليا في ملعب محمد صلاح، هو مرتبط بعقد مع ليفربول لحد 25 يونيو 2025، وبالتالي هو قدامه الموسم ده وقدامه الموسم اللي جاي، وارد جدا ان هو ينتظر نهايه عقده وبعد كده ياخد خطوه زي دي، ووارد انه ممكن واحنا قاعدين دلوقتي نلاقي امور كده نلاقي الاعلان عن بالظبط. كنت هتعمل ايه لو كنت في نفس الوضع؟ المغريات يا كريم بصراحه يعني خياليه، المملكه العربيه السعوديه عامله سوق بصراحه، يعني واضح قوي ان هم عندهم خطه
2030 عايزين يوصلوا لها. فطبعا استخدامهم للعيبه اللي احنا شفنا النخبه من اللعيبه العالميين لفتوا الانظار. دلوقتي الدوري السعودي يعني بيتفرجوا عليه حوالي يمكن 65 يمكن قناه، فده يعني جذب بشكل كبير جدا. واضح ان في خطه معموله للمملكه العربيه السعوديه لتطوير طبعا كره القدم بالنسبه لاسيا، وكمان هم كمان عندهم طموح زي المغرب كده ان يقدروا ينظموا دوري الابطال ويقدروا ينظموا كاس العالم بعد كده. طبعا هو ينفع يعني التوليفه دي تنفع ولا دلوقتي اي حاجه ممكن تنفع بالي ولا ايه الحكايه؟ صحيح والله الكلام بقى الاحتراف يا كريم بقى يعني رايح في حته تاني يعني. وبعدين الارقام كمان اللي بنسمعها ارقام خياليه تغري اي حد. طبعا فيعني انا شايف ان صلاح كابتن ماهر، انت مع يعني ضد انتقال صلاح ولا مع ان هو يروح الدوري السعودي، خاصه ان يعني يمكن الناس كلها بتتكلم على ان فكره يعني كريستيانو راح فليه صلاح ما يروحش، بس الظروف مختلفه، السن مختلف، كل الظروف المحيطه باللاعبين مختلفه. شايف انه يعني ده هيضيف لصلاح ولا مش هيبقى معاه؟ فكره ليفربول الجماهير هتقبل بفكره رحيله عن صفوف ليفربول، حقق فيه كتير قوي وارتباط الجماهير بيه يعني يمكن كبير جدا، شايفينه بيد لحد اخر وقت، شفنا امبارح يعني الاسيست بتاعه هو كان سبب في فوز ليفربول. شايف يعني انت مع او ضد انتقال محمد صلاح لدوري السعودي؟ انا مع صلاح انه موجود في ليفربول يعني برضك الكره الاوروبيه والكره العالميه، وهو سفير بالنسبه لنا بصراحه للكره العربيه والكره المصريه، وصلاح اضافه لاي مكان اكيد يعني. دي برضك من ضمن الحاجات اللي يعني رافعه راسنا بصراحه بشكل كبير جدا، لان محمد صلاح احنا بنعتبره مثل اعلى لينا كلنا. فانا شايف ان محمد يبقى موجود في الحته بتاعت ريفالدود دي والكره الانجليزيه والكره الاوروبيه، انا شايف انها يعني ليها يعني قيمه وقامه. ومحمد صلاح هيبقى هو اللعيب الاوحد يمكن في العالم العربي اللي قدر يعني يمثلنا بره، وكمان ايجابي يعني كمان بصراحه يعني مؤثر بشكل كبير. الناس بتقول ان بالنسبه لمساله يعني امكانيه انتقاله للدوري السعودي، بيقولوا ما معناه انه وارد جدا الموسم اللي جاي بعدين يعني موضوع مطروح برضه بالظبط بعدين يعني. ومش هنقلل طبعا من الكره السعوديه او الكره العربيه لكن انا شايف طبعا قيمه محمد صلاح في الكره الاوروبيه ليها شكل وليها طابع خاص، لكن احنا مش عارفين يعني زي ما منى قالت خلال ساعات ممكن يحصل تغيير يحصل مفاجاه ومحمد صلاح يروح للدوري السعودي، واضافه برضك للكره السعوديه او الكره العربيه في وجوده في اتحاد جده بالنسبه للدوري السعودي. منى عايزه اجي لك بقى بذكر الصفقات، ولكن بقى الصفقات على مستوى النادي الاهلي. نرجع تاني للنادي الاهلي، شايفه شكل الفرقه ازاي بعد انضمام رضا سليم، امام عاشور، يمكن عوده المعارين مره تانية، كريم نيدفيد، صلاح محسن، شايفه ازاي شكل الفريق خلال الفتره المقبله؟ بص يا مريم، هو مما لا شك فيه يعني ان كولر هيبقى عنده خيارات كتير جدا الفتره اللي جايه، خصوصا زي ما انت ما قلتي اضافه صفقتين مهمين جدا جدا زي رضا سليم زي امام عاشور، وعوده بعض المعارين اللي هو اصلا وافق على عودتهم يعني، او طلب ان هم يرجعوا الى صفوف الفريق، خصوصا كمان مع رحيل البعض زي محمد شريف وبعض اللعيبه الثانيه اللي خرجت من النادي الاهلي. فدي هتبقى ميزه، خصوصا زي ما كابتن ماهر قال في الاول ان الاهلي هيبقى الموسم ده هيبقى عنده اكتر من بطوله بيشارك فيها غير اللي احنا معتادين عليها. احنا داخلين على دوري السوبر الافريقي اللي لسه هنشوف الامور هتمشي فيه ازاي، الانديه هتلعب فيها كام مباراه، فده طبعا هيبقى زياده، فلازم يكون عنده بدائل كتير جدا مطروحه، لان وارد يحصل اصابات، وارد ان هو يحصل اجهاد، وارد ان ممكن اللعيبه ما تبقاش في مستواها لفتره معينه، فلازم يكون عنده بديل وبديل على نفس المستوى. فاعتقد ان كل ده هيعود بالنفع ان شاء الله باذن الله على الاهلي في السيزون الجديد باذن الله. الموسم اللي فات كان موسم استثنائي بكل المقاييس بالنسبه للنادي الاهلي، وبطبيعه الحال فكره الحفاظ على القمه بيبقى اصعب بكتير من الوصول ليها، ونرجع ونقول ان ده دايما قدر لعيبه النادي الاهلي، بس الى اي درجه ممكن يبقى استثنائيه الموسم اللي فات حافز كبير بالنسبه للعيبه بينطلقوا بيه مع بدايات الموسم الجديد؟ فهل هو ممكن يبقى حافز ولا ممكن يبقى بيشكل عبء بشكل او باخر؟
يعني عبء كبير على لعيبه النادي الاهلي وحافز في نفس الوقت يا كريم. للنادي الاهلي يعني نادي بطولات، النادي الاهلي بيخش في كل بطوله ما عندوش غير المركز الاول، ما عندوش غير اهدافه ان هو يحقق هذه البطوله. يمكن وجود مستر كولر العام الماضي، وده كان ضمن الاختيارات اللي كان كابتن محمود الخطيب يعني بيفكر فيها، انك انت محتاج هيد كوتش، محتاج الراجل المناسب للمرحله دي، محتاج راجل بقيمه كولر مع هؤلاء اللاعبين الواعدين. الاختيار كان من لجنه تخطيط الكابتن محمود الخطيب، كان اختيار جيد جدا. الراجل كان عنده طموحات، اول ما جه حسينا بشخصيته، حسينا باصراره، حسينا بشغله، بالعمل النفسي اللي بيشتغل عليه على اعلى مستوى بينه وبين اللعيبه، حته الدخله بينه وبين اللعيبه، حته التماسك فرقت بشكل كبير جدا مع مستر كولر في ولايته العام الماضي. السنه دي الامور هتختلف، هو عارف كمان انه رايح للاصعب، فبدا هو يشكل بالنسبه للخريطه والتشكيله بالنسبه للاعبين باماكنها. هو قدر الحمد لله رب العالمين ان هو يقدر يعمل، مش عايزين نقول الاساسي والبديل، يعني عايزين نقول اثنين ممكن يلعبوا في المكان ده، وبعض اللعيبه الجواكر اللي تقدر تخدم الخطوط من خلال شكل واداء التشكيله. لكن الصداع الاكبر والسؤال اللي بيساله الشارع الكروي الاهلاوي، اين راس الحربه؟ بالظبط. اين الهداف؟ فعلا السوشيال ميديا، بقالنا سنتين يا مريم يا كريم منا، بقالنا سنتين عمالين نحارب على راس الحربه المناسب اللي يجي يفرق معانا. لان في اوقات يا كريم واحنا كنا بنتكلم فرص كتيره جدا ضايعه. طبعا الفرص دي مش هتخدمنا في مباريات حساسه، مباريات فيها بطوله زي احنا رايحين لبطوله السوبر. في عرض فرصه بالظبط، عرض فرصه، فالفرصه اللي هتيجي هي اللي ممكن تدي لك بطوله، هي ممكن تكسبك. لو ضاعت الله يقدر ممكن ما ترجعش تاني. فاحنا بقالنا سنتين عمالين سوزا، عمالين نقول مولكا، يعني مش عارفين هنستقر على ايه. لكن احنا كمان يعني شكل الخريطه باماكنها يعني اكتملت مع مستر كولر الا المكان ده. في بدلاء ممكن او لعيبه ممكن يأدوا في هذا المكان زي كهربا السنه اللي فاتت. فاجئنا بصراحه ان كهربا مش مكانه، لكن كهربا عشان خبرته ولعيب عنده خبره ولعيب مهاري قدر يستغل الخبرات دي في المكان ده. لكن كهربا مش راس حرب، مش هنقدر نعتمد عليه في اكتر من 5 6 7 مباريات مثلا ورا بعض، لكن يقدر هو يلعب لك مباراه، يقدر يلعب لك مباراتين. طبعا كمان عوده صلاح محسن، يعني انا كنت اتمنى ان محمد شريف يبقى موجود، لان المكان ده كريم في مكانين في الخريطه فيهم ضغط كبير جدا، والمكانين دول حساسين، وعشان كده محتاجين فيهم اكتر من بديل. قلبي الدفاع وطبعا احنا يعني عندنا مشاكل، مره متولي بيتعور، ومره بيبعد، ومره شريف، مره ياسر موجود، لسه ما حصلش ثبات في الحتتين دول. الحتتين دول محتاجين اتنين يلعبوا وياخدوا المبادره ويقعدوا فتره موجودين عشان يحصل نوع من التجانس، يحصل نوع من التقارب، يحصل نوع من التامين الدفاعي بشكل كبير. وراس الحربه، راس الحربه برضك من الحتت اللي فيها ضغط كبير جدا. راس الحربه بيقابل مدافعين بيتخبط فيه وتشترك معاه، فاحنا محتاجين راس حربه ومحتاجين البديل موجود معاه. بقى مطلب جماهيري في الفتره، مطلب جماهيري راس الحربه. فطبعا نتمنى ان شاء الله خلال الساعات القادمه ان باذن الله يعني يطلع بقى طبعا مسؤولي النادي الاهلي او التعاقدات يقول الحمد لله رب العالمين ان احنا قدرنا، ربنا وفقنا في الجزئيه دي. لكن عدم وجود راس حربه في البطولات اللي احنا رايحينها هتبقى يعني انا شايف هتبقى عبء كبير جدا علينا. يعني منا مباراه هامه جدا امام نادي اتحاد العاصمه الجزائري يوم 15 ان شاء الله. لو هنتكلم عن الخطاب اللي ارسله النادي الاهلي للاتحاد المصري لكره القدم عن فكره اعفاء اللاعبين الدوليين طبعا من المشاركه في المعسكر، يعني خلاص احنا تاهلنا لنهائيات امم افريقيا بغض النظر بقى عن مباراه يوم 8 امام اثيوبيا او المباراه الوديه اللي هتكون موجوده يوم 12، شايف
شايفة ازاي الخطاب ده، وهل شايفة ان هيتم هيكون في يعني الاستجابة عموما؟ احنا فكرة خايفين من الالتحامات، خايفين من الاصابات، فكرة الخطاب اللي تم ارساله وان احنا طول الوقت بنقف جنب المنتخبات بشكل عام، ويعني يمكن استشهد الخطاب بكأس العالم للأندية 2022 برضو كان في فكرة نفس النهائيات بطولة أمم أفريقيا، يعني شايفة ازاي الخطاب وفكرة اعفاء اللاعبين الدوليين من المشاركة في المعسكر؟ بصي يا مريم، هو ان شاء الله يعني مش هيحصل مشكلة ما بين النادي الأهلي وما بين اتحاد الكورة او ما بين منتخب مصر، بس اكيد اكيد اللي هيحسم القرار ده هيبقى المدير الفني منتخب مصر روي فيتوريا. لكن خلينا نقول نقطة مهمة جدا، ان النادي الأهلي كان محق جدا جدا في طلبه، كان محق جدا في خطابه، انه زي ما انت ما قلتي خلاص احنا اتحسم تأهل منتخب مصر او مشاركته في كأس الأمم الأفريقية، فخليني انا استفيد باللعيبة بتاعتي في مباراة هامة زي دي، لان هي مباراة ببطولة وبطولة في بداية موسم، وأكيد الأهلي هيبقى محتاج أن هو كل لعيبته تبقى موجودة في المباراة دي، لأن المكسب فيها أو الفوز فيها هيبقى حافز جدا لاستكمال مشوار الموسم. فزي ما قلت لك يعني هو مش ان شاء الله مش هيحصل ازمه او مش هيحصل مشكله، واعتقد ان يعني بنسبه كبيره جدا ان ممكن يحصل حتى ممكن تنازل عن بعض اللعيبه، استعانة بلعيبه اخرين، لان اكيد برضو مدرب المنتخب عايز يعني المعسكر ده ما هو بيبقى ايه الاستفاده منه، هي مش فكره برضو ان انا هلعب مثلا على بطوله فمحتاج اللعيبه او لا، بس هي فكره ان انا بعمل توليفه لعناصر المنتخب كلها، بعمل انسجام لازم برضو يبقوا متواجدين مع بعض، فممكن يحصل في كلام، ممكن يبقى في استغناء عن بعض اللعيبه وتنازل عن بعض اللعيبه ثانيه، ممكن يحصل اتفاق وان يعني ما فيش ولا لاعب من الاهلي يبقى متواجد في معسكر سبتمبر الفتره الجايه عشان المشاركه في بطوله او مباراه السوبر الافريقي باذن الله. في اي مستجدات في الملف اللي كان قالب الدنيا كام يوم اللي فاتوا؟ اكيد خدت فكره برضو وسمعت عن القصه دي يا كابتن ماهر، موضوع ايقاف رئيس الاتحاد الاسباني لكره القدم في واقعه القبولات الشهيره، في مستجدات في الموضوع ده؟ هو مؤخرا اعلن ان هو تم ايقافه 90 يوم بس هو ما هو رفض الاستقاله طبعا. هو رفض الاستقاله بس الاتحاد اعلن ايقافه 90 يوم طبعا علشان الموقف عشان الموقف اللي حصل. هو حتى برضو يعني مش شايف ان هو بدر منه اي رد فعل غير اخلاقي، الناس هي اللي متربصه بيه وفي حمله للايقاع بيه بالظبط. بالظبط هو كان موقف كان مفاجئ جدا ورد فعله المفروض ان هو يكون اهدى من كده، يعني حتى بصرف النظر عن اللي حصل على منصه التتويج او في اللقطه مع لاعيبه المنتخب الاسباني في وقت متابعته للمباراه، حتى برضو يعني انفعالاته كانت مبالغ فيها زياده عن اللزوم، يعني فالمفروض ان هو يكون اهدى من كده، المفروض ان هو يبقى عارف ان كل الكاميرات او كل الناس بتبص عليه، فالمفروض ان هو يكون يعني رزين كده شويه. بالظبط كده شويه. بالظبط كده. كابتن ماهر شايف ازاي مباراه يوم 15 ان شاء الله، مباراه السوبر امام اتحاد العاصمه الجزائري؟ هو زي ما اتكلمنا قلنا ان الراحه ال 21 يوم دي فرقت بشكل كبير جدا مع اللعيبه. الحاجه الثانيه كمان مع بدايه كل موسم طبعا النادي الاهلي عشان نادي من الانديه العملاقه اللي موجوده في القاره الافريقيه والقاره العربيه، موضوع الاختبارات والمقاييس كريمه مريم ده اهم حاجه اتعملت خلال قبل بدايه الموسم. الاختبارات والمقاييس دي بتطمن الجهاز الفني، بتطمن اللعيبه الحمد لله رب العالمين من الناحيه البدنيه من الناحيه الفنيه، والحمد لله يعني كلهم اجتازوا الاختبارات بشكل ايجابي، ويمكن التمرين اللي بداوها التمرين الاول تمرينه جماعيه بالنسبه لهم قبل السفر للنمسا. يمكن احنا مش محظوظين، بس يمكن السليه هو اللي اتاثر بالعضله الخلفيه، وانا شايف ان يعني غيابه من 4 أسابيع لستة اسابيع هيفرق معانا بشكل كبير، ان احنا رايحين لمباراه محتاجه عنصر الخبره، واحنا الحمد لله رب العالمين يعني ميزه النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت الخبره بتفرق معاه في لعيبته داخل الملعب، يعني لو شفنا في كل خط كده هنلاقي محمد الشناوي في حراسه المرمى بيمثل لنا يعني ثقه كبيره جدا، علي معلول في خط الظهر موجود مع محمد عبد المنعم، موجود مع محمد هاني، مع ياسر بيمثل لنا برضك خبره بشكل كبير، سوليه في نص الملعب قائد بيقدر يعني توجيهاته للعيبه ووجوده وكلامه معاهم، وبعدين كهربا بالنسبه للحته القدامانيه، فعندنا اكثر من عناصر موجوده عندها خبره
يعني فرق معانا بشكل كبير. المعسكر كمان هيخدم مستر كولر ان هو اللعيبه الجدد مع اللعيبه طبعا انسجام مهم جدا ان ياخدوا على بعض ويبداوا يفهموا بعض. الجمل اللي الراجل هيشتغل عليها مهم جدا اللعيبه تقدر تنفذها خصوصا المحترفين الوافدين الجدد. ودي ميزه لعيبه النادي الاهلي اللي بيجي بيخش بينصهر بصراحه بسرعه لان بيشوف في نظام وفي سيستم وفي روح وفي عامل نفسي من الجهاز الفني للاعبين واللاعبين للجهاز الفني. يعني توليفه جميله جدا من التشكيله او من الشغل الايجابي اللي طبعا فتره الاعداد معروفه على اللعيبه انها فتره ثقيله يعني فتره صعبه لان بيبقى فيها تدريبات صبح وبعد الظهر ممكن يكون فيها ثلاث وحدات تدريبيه في اليوم طبعا فيها احمال ومشقه بشكل كبير جدا. وبعدين بعد كده بيتخللها بقى مباريتين او ثلاثه مباريات حبيه الراجل بيبقوا متدرجين المستوى بيعلى شويه بيعلى شويه وبعد كده بيبدا يبقى عنده التشكيله اللي هيقدر يبدا بيها مباراه السوبر التشكيله الامثل اللي يقدر يلعب بيها. طريقه اللعب كمان مهمه جدا اكيد هيشتغل على مباراته الحبيه في النمسا على طريقه اللعب والتشكيله اللي يقدر يبدا بيها مباراه الاتحاد الجزائري او بطل السوبر في السعوديه. فنتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله ان مستر كولر يقدر يوصل التوفيق. اللي حضراتكم شفتوه اثناء متابعتكم للموسم اللي فات من الدوري مستويات اللعيبه ومستويات الفرقه حتى ككل نقدر نقول ان ممكن يبقى في تغيير في خريطه ترتيب الدوري الموسم اللي جاي في ضوء اللي حضراتكم شفتوه الموسم اللي فات؟ ابتدي معاك يا كابتن ماهر. يعني انا شايف يعني الادوار النادي الاهلي بيحافظ على القمه يعني على الاقل المربع الذهبي ممكن الاسماء فيه تختلف يعني نحايد النادي الاهلي. يعني انا شايف بيراميدز داخل برضك في المنافسه مع النادي الاهلي على بطوله الدوري او على المركز الاول. شايف ان الفيوتشر برضك من ضمن الفرق اللي ممكن تكون موجوده بتنافس بشكل كبير. يعني انا شايف الزمالك يعني بظروفه الصعبه اللي بيمر بيها يعني لو بقى موجود في المربع هتبقى حاجه كويسه بتحسب له. لكن في الاول والاخر يعني دوافع النادي الاهلي وخبره النادي الاهلي وامكانيات النادي الاهلي من كل الامكانيات اللي ممكن نتخيلها اداريه او فنيه او بشريه. عشان كده قلت لحضرتك انت عارف حيد النادي الاهلي في وجوده في المربع الذهبي. طب منا انت ممكن تتوقعي وجود اي مفاجات مثلا في الموسم الجديد؟ وارد يا كريم مع التدعيمات اللي بنشوفها من بعض الانديه زي بيراميدز. واتفق مع كلام كابتن ماهر دلوقتي لما قال انه هو بيراميدز الاقرب ان هو بيزاحم الاهلي على القمه. ممكن الزمالك يبقى بعيد شويه لانه نظرا للظروف بالظبط الاداريه اللي هو بيمر بيها حاليا وانه كمان مش قادر ان هو يدعم صفوف الفريق. في فيوتشر زي ما انت ما اتكلمت في فاركو في انديه كتير دعمت صفوفها السيزون ده ببعض الصفقات. فوارد يحصل يعني يحصل تغيير فعلا في الاسماء في تغيير اسماء الانديه في المربع الذهبي. نتمنى ده طبعا يكون بعيدا عن القمه يعني. طيب منا قرعه السوبر ليج خلاص يوم السبت. توقعاتك بقى لمنافس او تمنيات يعني خلينا نقول توقعات وتمنيات لمنافس طبعا النادي الاهلي في ربع النهائي يعني سيمبا انيمبا كمان مازيمبي وباترو اتلتيكو. شايفه مين يعني اللي ممكن يكون فرصة لينا في ربع النهائي او فكرة ان احنا نتغلب عليه في ربع النهائي؟ طيب خلينا نوضح بس الاول ان دي طبعا بطولة السوبر الافريقي او دوري السوبر الافريقي. دي هتبقى بطولة مستحدثة هي بطولة جديدة اول سيزون لسه هنتفرج عليها يعني. هم هيبقوا 8 فرق هتبقى قرعة 4 اندية من التصنيف الاول هتواجه 4 اندية من التصنيف الثاني وهيبقى بالنظام الذهاب والاياب. فالقرعة
قرعة هتاخد حد من التصنيف الأول مع حد من التصنيف الثاني. بالنسبة للأندية بتاعة التصنيف الثاني اللي أنت ذكرتيها دلوقتي يا مريم، عندنا سيمبا، عندنا أنيمبا، عندنا بيترو أتلتيكو، وعندنا مين الرابع؟ عندنا مازيمبي. وعندنا مازيمبي. دول الأربع أندية اللي يعني محتمل إن الأهلي يواجههم، مع الأهلي طبعًا معاه الوداد والترجي وصن داونز من أندية التصنيف الأول. بصي انا ما بحبش قوي فكره مين الاحسن لينا ومين الاوحش، وريت نبعد عن ده وريت ناخد ده، لانه في الاول في الاخر انت بتلعب على بطوله، فحتى اللي انت مش هتواجهه دلوقتي انت ممكن تواجه الاصعب منه بعد كده، وهم مستوياتهم مش متباعده قوي عن بعض بالظبط. فانا بالنسبه لي انا النادي الاهلي ايا كان القرعه هتوقعني مع مين او النادي اللي انا هواجهه مين، فانا داخل العب مباراه، داخل ان انا اكسب المباراه دي. فايا كان الاسم بقى مستوياته افضل شويه مستوياته اقل شويه، فهو في الاول في الاخر هي بالنسبه لي مباراه انا لازم اكسبها بايا كان بقى مين الاسماء اللي ممكن اواجهها. يعني من قديم الازل يا كابتن ماهر، طول عمر الاهلي والزمالك هما قطبي كره القدم المصريه، بس ده ما منعش ان في ازمنه سابقه كان في فرق كتير كلها اتقل من بعض وكلها حاضره بقوه. ده ما بقاش حاصل ليه في الفترة الأخيرة، حتى برغم وجود يعني برضو أندية الأندية الشعبية تحديدا كان ليها بصراحة منافسات كبيرة قوي مع الأهلي والزمالك. بص يا كريم، عايز أقول لك حاجة، إحنا أول ما بدأنا نخش موضوع البطولة الأفريقية أفتكر أنا كان موسم 75 76 مع مستر دكوتي، ما كناش بنكسب، يعني كناش بنوصل للأدوار اللي هي النهائية، يعني ممكن ساعات بنطلع من دور 16 دور 8 ودي كان ليها ظروف برضك، يمكن كان وقتها المباراة دي بيبقى فيها في نهاية الموسم في مايو امتحانات النجوم، فكنا بنسافر معناش مثلا خط الهجوم، معناش مصطفى عضو والخطيب ومختار مثلا، فكنا بنتأثر بشكل كبير. يعني الحاجة التانية ما كانش عندنا خبرة برضك في الاحتكاك الأفريقي، يعني احنا برضك الظروف كانت صعبه بالنسبه لنا، السفر والمعايشه والاجواء والرطوبه والحاجات دي كانت صعبه علينا، يعني اسبوع بيبقى قاتل بالنسبه لنا. الحاجه الثالثه، انت كنت بتقابل كل فرقه فيها 7-8 لعيبه منتخب الدوله طبعا، يعني مثلا لو قلنا غانا هارت اوف اوكس وكوتوكو كان 8 من هنا و8 من هنا منتخب غانا طبعا، فكنا بنعاني نيجيريا رينجر النيجيري كان يا ويندي كان بيك وميلا ونكونو، يعني حاجه تخض، فكانت الامور صعبه قوي بالنسبه لنا. لما نضجنا بقى واخدنا على الاجواء بدانا 82 يعني نفتح الباب بقى زي ما بيقولوا لاول بطوله، يعني بعد 82 84 افتكر و86 كل النجوم اللي انا ذكرتها دي راحت اوروبا، ففرق الافريقيه بقت اسم بس، المضمون بتاعها ما عندهاش لعيبه بالمستوى اللي احنا كنا ايامنا احنا يعني. وبعدين كمان في حاجات السماسرة او المكاتب الاوروبيه، كل دوله موجوده ليها مكتب واتنين في الدول الافريقيه، بس عينيها على حد يبدا يعني يشم نفسه يروح واخدينه على اوروبا. فتفضت في رايي انا افريقيا تفضت من اللعيبه المحترفين المميزين. دلوقتي بدأت بقى يعني الأمور تبدأ ترجع لطبيعتها تاني، وشفنا الأسماء اللي ذكرتها منا، أسماء ليها باع كبير جدا في أفريقيا وأسماء كانت ند بشكل كبير بالنسبة للأندية وبالنسبة للمنتخبات. ف يعني أنا شايف إن يعني الكرة الأفريقية بدأت ترجع تاني لطبيعتها، بدأت ترجع تاني لمكانتها، بدأ يبقى فيه منافسة بشكل كبير، والنادي الأهلي يمكن في خلال السنين اللي فاتت دي كلها اتعامل مع الأسماء الكبيرة دي وقدر أنه يتفوق عليها بشكل احترافي بشكل كبير بقيمة اللعيبة اللي موجودة عنده. النادي الأهلي عنده 8 لعيبة في المنتخب القومي، وعنده من أفضل 3 لعيبة محترفين على مستوى القارة، فالنادي الأهلي بيعتبر هو رقم 1 في القارة الأفريقية من ناحية التشكيلة ومن ناحية الأداء ومن ناحية البطولات. فدي حاجة يعني برضك بتحسب للنادي الأهلي. من عايزة أتطرق معاكي الملف عودة الجماهير، طول الوقت بنتكلم عن فكرة عودة الجماهير وبيظل هو الملف الأهم دايما بنتكلم فيه عن دعم الجماهير للأندية المختلفة، وتحديدا النادي الأهلي طبعا زي ما احنا عارفين جماهيره كبيرة ازاي في كل مكان. شايفة الملف ده ازاي؟
شفنا الجهات الأمنية مؤخرا يعني عملت على فكرة عودة الجماهير تدريجيا وبشكل يعني يمكن زي ما احنا بنقول كده واحدة واحدة، شايفة ازاي انعكاس عودة الجماهير مرة تانية للمدرجات وتشجيع خلينا نقول تحديدا يعني طبعا الأندية المختلفة ولكن تحديدا النادي الأهلي، وكمان انعكاسها سواء فنيا يعني على المستوى الفني لمستوى اللعيبة لمستوى الأندية وكمان على المستوى التسويقي؟ يعني مش عايز يعني ملف دايما عودة الجمهور لما بنيجي نفتحه أو بنيجي نتكلم فيه دايما اللي بيوقفنا عنده بتبقى قرارات الجهات الأمنية، فما بنتطرقش ليه قوي أو ما بنتدخلش فيه قوي، لأنه ما انت بتيجي تقف عند ليميت معين او عند مرحله معينه وبيتقال لك انه لا لدواعي امنيه او الامن مش هيوافق على اكتر من كده. لكن يعني انا وجهه نظري ان المرحله الجايه لازم يعني مش عايز اقول بقى ان احنا نزود تدريجي، انا شايفه ان احنا لازم نفتح بقى. يعني الامور احنا بنشوف دلوقتي الكره السعوديه الوضع عندها اختلف ازاي. لما تيجي بتتكلمي على مقارنه اول حاجه بتتقال لك انتوا اصلا بتلعبوا بدون جمهور. فالموضوع يعني لازم اعتقد لازم يتاخد فيه قرار حاسم اكتر من كده او يعني يبقى فيه عدد جماهيري زياده اكتر من كده. احنا السنه اللي فاتت كان اخر حاجه وصلنا لها في الدوري تقريبا كانت 5000، اعتقد ان احنا لازم نزود السيزون ده طبعا باختلاف المباريات اللي بتتلعب تحت مظله كاف مثلا بطولات او المباريات اللي هي في افريقيا، فدي بيبقى مثلا الاهلي بيطلب فيها ساعه كامله مثلا لاستاد القاهره او وبيتسمح له بيها ممكن ساعه كامله وممكن اقل من الساعه الكامله، برضو ده بيرجع لقرار الجهات الامنيه وطبعا احنا بنحترم ده تماما لان هم ادرى بالوضع العام يعني. لكن طبعا احنا بنتمنى ان الامور تبقى اوسع من كده لانه بالتاكيد 100% هينعكس على كل الانديه الشعبيه مش النادي الاهلي بس. ودي عندنا مشكله لان انت بتيجي تشوفي دلوقتي الدوري وتيجي تشوفي عدد الانديه الشعبيه وعدد الانديه الشركات مثلا او عدد الانديه اللي هي ملهاش جماهير، لا هتتخضي من الرقم لو حتى لو هو مش كبير ولسه عدد الانديه الجماهيريه اكبر من عدد الانديه الشركات، ولكن في زحف كبير من انديه الشركات واحنا في مباريات احنا بنشوف فيها المدرجات فاضيه تماما. يا عالم بقى الفتره الجايه هنرجع نشوف مدرجات فاضيه تاني ولا لا، وعلى مستوى العالم كله ليه؟ لان مؤخرا برضو ابتدى يبقى في كلام جديد عن متحول جديد لكورونا. ما نتمناش ان ده يحصل، ربنا يستر. ما نتمناش ان ده يعني كل بنيجي نتعشم في وجودنا ولا فرق معانا، احنا كان متحور كان موجود وكورونا كانت موجوده والحمد لله رب العالمين احنا كنا شغالين يعني. دي حقيقة كابتن مان، مهم برضو ناخد رأيك في الجزئية دي، شايف عودة الجماهير مهمة تدريجيا ولا زي ما منا بتقول ان احنا يعني خلاص بقى نرجع زي الاول ونفتح زي الاول، ان ده هيبقى مهم على المستوى الفني المستوى التسويقي مش بس على مستوى النادي الاهلي على كل الفرق الرياضية يعني كل الاندية الاخرى، شايف فكرة التدريجي ده اللي بيحصل من الجهات او من قبل الجهات الامنية فكرة عودة الجماهير تدريجيا ولا خلاص بقى يعني نفتح البيبان للجمهور مرة تانية؟ والله منا الجمهور بقى رقم واحد يعني زمان كان الجمهور رقم 12 بعد اللعيبه، دلوقتي بقى رقم واحد وده واضح ان الفتره اللي فاتت جماهير النادي الاهلي العظيمه المثقفه هو اللي بيحل كانت ورانا بشكل احنا كسبنا مباريات يا مريم من كريم بجمهور مليون في المية بصراحه طبعا. صحيح طبعا. فجمهور النادي الاهلي جمهور عظيم وجمهور مرعب، وبعدين كمان الكابتن محمود الخطيب قدرهم في السنه اللي فاتت وعمل لهم درع باسم جماهير النادي الاهلي موجود في دولاب طبعا البطولات في الجزيره، هم يستحقوا جمهور النادي الاهلي العظيم. الرحلات المجانيه كمان يا كابتن ماهر اللي كانت بتطلع والرحلات كمان موضوع الباصات والحاجات دي بصراحه يعني مجلس اداره مش سايب حاجه الا ما فعلا يعني بيتعامل فيها بشكل ايجابي. لا برضه طول عمر النادي الاهلي يعني في علاقه شديده الخصوصيه بين صناع القرار فيه وبين الجمهور يعني أكيد. محبه واحترام متبادلين وكل طرف فيهم بيتفانى في محاوله خدمته للطرف الثاني. لان اقول لك حاجه كريم، عايز اقول لك حاجه، يعني جمهور النادي الاهلي بعد ربنا سبحانه وتعالى في تاريخنا وانجازاتنا بصراحه يعني جمهور النادي الاهلي جمهور مثقف وواعي وعنده درايه بشكل كبير جدا وقريب من اللعيبه وحبه للعيبه وحبه للشعار وحبه للمؤسسه، يعني تحس كده انك انت يعني كانت الناس تقول لي يا كابتن مان انت كل مره بتقول عندنا 70 80 مليون اهلاوي، 70 80 مليون اهلاوي يا جماعه. ليه بقى؟ انا بقول كده ليه يا كريم؟ لان الاولاد اللي بتتولد الصغيرين اللي بيكبروا
شايفين العلم الاحمر، شايفين البطولات، فرايحين وراه. فالنهارده بقت نسبه كبيره جدا، يعني عايز اقول لك ان في بعض المحافظات اللي كانت فيها يعني دلوقتي بقت النص ونص، يعني مثلا محافظه اسماعيليه مثلا، هو مش هيزعلوا مني ودي حقيقه، بقى في نص اسماعيلاوي ونص اهلاوي. حقيقه والله اسكندريه نص اسماعيلاوي ونص اهلاوي على فكره. بالظبط كده. والسويس والمحافظات اللي كانت صحيح. يمكن يعني جماهير اهلاويه يمكن قليله فيها، دلوقتي الاجيال اللي طالعه كلها طالعه اهلاويه. فعشان كده ربنا يزيد ويبارك يا كابتن، ان شاء الله هيبقوا 70 80 مليون، هيوصلوا 100 مليون ان شاء الله. بما عايزه اروح معاكي تاني للدوري السعودي، وبقى صفقه راموس طبعا يمكن عليها كلام الفتره الاخيره وبرده مسيطره على السوشيال ميديا، خلينا نعرف منك اكتر عن تفاصيل الصفقه، وصلت لفين القيمه تحديدا بتاعه الصفقه، شايفه ازاي لو فكره صلاح انتقل ويبقى في مفاجاه خلال الساعات المقبله، لو كانوا موجودين هما الاثنين مع بعض في فرقه واحده، شايفه الفرقه او شكل الفرقه هيبقى ازاي راموس وصلاح مع بعض؟ بالنسبه لك في سؤال مريم ليكي اللي انت مطلوب منك تجاوبينا في اقل من دقيقه، لان الوقت احنا شفنا ميسي وراموس في فرقه واحده، فمش هيبقى غريب لو شفنا ميسي ولو شفنا صلاح وراموس في فرقه واحده. وبعدين اكيد اللي حصل قبل كده في نهائي 2019 خلاص الموضوع اتقفل عليه من زمان، يعني مش بالنسبة لنا، مش بالنسبة لنا قد يكون بالنسبة لصلاح، لكن بالنسبة لمحبي صلاح طار. فبالنسبة لراموس هو خلاص عقده انتهى مع باريس سان جيرمان، فهو دلوقتي صفقة مجانية لأي نادي. بالفعل في تواصل وفي مفاوضات ما بينه وما بين اتحاد جدة السعودي، وفي تقارير فعلا أكدت انه راموس وافق على العرض، واحتمال كبير جدا نلاقيه لاعب في فريق اتحاد جدة خلال الساعات القليلة المقبلة. السعودية عمالة تحلو، ما بقاش في اي مفاجأة كريم. انا عايز اشكركم على وجودكم معانا النهارده، نورتونا وشرفتنا. كابتن ماهر طبعا نورتنا وشرفتنا، منا نورتينا وشرفتينا طبعا. ولهنا تكون خلصت حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، نرجو ان تكون اسف للمقاطعه، عايز تقول حاجه؟ انت كمان نورت الدنيا، عايز تقول حاجه؟ انت كمان نورت. كنت مبسوطه قوي بجد يا كريم ان انا كنت معاك النهارده اكيد يعني، واكيد وجودي معاك يا كابتن ماهر الحمد لله. الله يسلم حضرتك طبعا، اكيد مبسوطه ان انا كنت معاكي النهارده يا منا، ومع كل جماهير 10 الصبح في الأهلي إن شاء الله، يعني يمكن نلتقي مرات مقبلة. ولكن الحقيقة نرجو النهاردة تكون حلقتنا كانت مليئة بالأحداث ومليئة كمان بالتفاصيل الخاصة بمعسكر النادي الأهلي، بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق في المباراة المقبلة السوبر الأفريقي يوم 15 إن شاء الله أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري. وأكيد طبعا كان عندنا تفاصيل كتيرة جدا عن الدوري السعودي والصفقات المختلفة طبعا، يعني بنشكركم وإن شاء الله نلتقي معاكم بكرة من جديد.